احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال. يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في العالم، يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الاهلي، حبينا نبتديها مع حضراتكم بلقطات كده من الفرحة الكبيرة اللي اتحققت امبارح. امبارح كان في ماتش قوي جدا جدا، كان في سيطرة شبه كاملة من النادي الاهلي، طبعا زعناه من خلال قناة النادي الاهلي على الهواء مباشرة، وطبعا اكيد حضراتكم تابعتوا من المباراة وشفتوا ان كل اعضاء مجلس الادارة في النادي الاهلي كانوا موجودين بكامل يعني هيئة المجلس، وكانت في فرحة شفنا مجرد لقطات منها، بس اكيد هنتكلم مع حضراتكم في مزيد من التفاصيل. صباح الفل عليك. صباح النصر. ما هو النصر ده مش بيمشي بس على كرة القدم، بيمشي على كل الرياضات في النادي الاهلي اللي بتفرحنا، واللي امبارح بجد كان اداء اكتر من رائع، وحاجه كانت جميله وحاجه كانت مشرفه، وحضراتكم طبعا شفتوا في اللقطات اللي كانت موجوده الفرحه لمجلس الاداره والناس اللي بتحضر، حاجه كانت مختلفه الى حد ما، كمان بتتكلم عن ملوك الصالات فعلا، فهنتكلم في كل التفاصيل دي، بس طبعا كان لازم ان احنا نهني انفسنا ونهني حضراتكم على الفوز يعني لرجال الطايره المتالقين امبارح، بصراحه هنتكلم في كل التفاصيل على كل حال، بس خلينا ننوه مع حضراتكم الفقره الاولى هيكون معانا فقره عن كره القدم مع كابتن حسين شكري نجم الاهلي السابق، والفقره الاخرى مع كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ايضا ومنتخب مصر السابق لكره اليد، لان احنا لازم نتكلم عن هذا الملف وهنتكلم عليه كمان في الفتره اللي جايه مع كمان البطوله ومع التالق اللي المنتخب بتاعنا عمله برده في البطوله اللي فاتت اللي كانت 2021 اللي كانت مصر مستضيفاها، ان شاء الله نقدر نحقق كمان يا كريم انجاز افضل من الانجاز العام الماضي، يعني باذن الله نقدر نعمل ده. والفقره الاخيره برده خلينا نقول لحضراتكم هيكون معانا فقره طبيه مع دكتور علاء الدين احمد. تمام، البدايه بقى عايزين نقول لحضراتكم من خلالها انه اعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي عن انضمام مروان عطيه لاعب نادي الاتحاد السكندري الى صفوف النادي الاهلي لمده 4 سنوات ونصف السنه، أضاف أن النادي الأهلي تسلم الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية مع نادي السابق، وأكيد بنتمنى له إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق وكل التألق وسرعة الانسجام مع لعيب النادي الاهلي، وهيحصل يا كريم ان شاء الله. الاهلي كمان بيواصل خليني اقول لحضراتكم تدريباته استعدادا لمباراه هنا المصري في الدوري الممتاز، وتدريبات نتكلم بدنيه طبعا مكثفه سواء للاعبين او حتى حراس المرمى، وكمان امبارح كان محمد عبد المنعم مدافع الفريق ادى تدريبات منفرده بالجري كان حول الملعب، وعرضنا برضو جزء من هذه التدريبات، وكان في جلسه تاهيل في الجيم ده كان ضمن يعني البرنامج اللي كان متحدد ليه عشان يتخلص من الاصابه اللي حصلت له مؤخرا، ونتمنى ان احنا ما نسمعش عن اصابات تاني في الفتره يعني اللي جايه. كمان خليني اقول لحضراتكم كان متواجد اكرم توفيق في ملعب مختار التتش وخد جلسه علاجيه وعلاج طبيعي تحت اشراف الدكتور طبعا احمد ابو عبله طبيب الفريق المتالق، برده خلينا نقول دكتور احمد يعني بيلازم دايما كل اللعيبه، ولو في اي اصابه هتلاقيه بيسافر معاك وهتلاقيه موجود لغايه لما يطمن على اللاعب ويرجع ويطمن عليه، فبجد اداء اكثر من رائع كمان من دكتور احمد. وفقا كمان نتكلم هنا للبرنامج طبعا بتاع اكرم المحدد ليه بعد اجراء جراحه الرباط الصليبي. بص اصابات يعني للاسف الشديد نتمنى يبقى في موسم خالي من الاصابات، حتى الناس ابتدت على السوشيال ميديا كريم تقول لك هو ايه لعنه الاصابات اللي موجوده مع النادي الاهلي دي، في حاجه مش فاهمينها بصراحه. على كل حال ان شاء الله خير الفتره اللي جايه. كمان بكره في ماتش طبعا مهم جدا الساعه 7 اتكلمنا عنه هنتكلم عنه النهارده باستاد برج العرب الاسكندريه، نتمنى التوفيق لفريقنا وهنتكلم في
كل التفاصيل دي. وكمان عايزين نقول مبروك يعني لآليو ديانج، هو لاعب الجوله ال 12. بناء هنا على تعليقات وردود المتابعين عن مواقع التواصل الاجتماعي، عايزين نقول له ان تم اختياره يعني يا كريم، وهو من اللعيبه اللي احنا كنا دايما بنقول عليه هو لاعب تقيل طبعا، ولاعب ليه مستقبل كان جميل في الماضي وفي الحاضر ان شاء الله مع النادي الاهلي، ولاعب قوي. وبعدين الماتش اللي يكون فيه في كامل لياقته حتى الذهنيه بالزبط. يعني لا بيفرق كتير قوي يا جماعه. ويمكن اخر هدف كمان هو يعني سجله، شفنا من خلاله اداء مارادوني النزعه وجول غير مسبوق، بقالنا فتره ما شفناش جوال حلوه فيها اختراق صريح لصفوف الدفاع. لا الحقيقه لعيب قوي جدا، وبيتعمل له الف حساب بطبيعه الحال من الفرق المنافسه. طبعا الاهلي كمان بيستعد لكاس العالم للانديه. امبارح بالمناسبه قرر مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب تشكيل لجنه الترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية طبعا المقرر إن شاء الله إقامتها في المغرب في الفترة من 1 ل 11 من فبراير المقبل. بيترأس اللجنة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، واللي سبق طبعا وتولى هذا الملف في مشاركات النادي الأهلي السابقة. وفي عضوية اللجنة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، جمال جبر مدير الإعلام، والعميد علاء صلاح مدير امن النادي، واحمد الطوخي وماريان رشاد من اداره التسويق، وهاني حسام مدير الحجز والرحلات. كمان عايزين نعرفكم انه تقرر ان يكون احمد حسام ممثلا لشركه الاهلي لكره القدم باللجنه، وان شاء الله هتقوم حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بدور المنسق العام مع اللجنه المنظمه المحليه. طبعا بنتمنى لهم اكيد كل النجاح وكل التوفيق، وبنتمنى اكيد لمشاركه فريقنا في النسخه دي من المونديال ان شاء الله كل النجاح. برضو عايزين نقول لكم خبر عايز اقول لحضراتكم حتى نصا، عقد الكابتن محمود الخطيب اجتماع مع مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم برئاسه المهندس عدي القيعي وعضويه كل من الاستاذ خالد عبد القادر والمهندس احمد حسام، وقام مجلس الشركه بعرض التصور الخاص بيها واستراتيجيه العمل عرضوهم على الكابتن محمود الخطيب طبعا بصفته هو المفوض بشؤون قطاع كره القدم. ايضا تم التنسيق الدائم بين النادي والشركات في كافه الملفات. وفي ذات الاجتماع ناقش الكابتن محمود الخطيب الخطوات التي يقوم بها مجلس اداره الشركه لبيع الحقوق التسويقيه المسموح بها للفريق الاول لكره القدم في بطوله كاس العالم للانديه، والتي ستجري فعالياتها في المغرب خلال الفتره من 1 الى 11 من فبراير القادم ان شاء الله. كلام جميل جدا. تعال بقى نرجع للخبر اللي بدانا بيه طبعا، ويعني الحمد لله الفريق الاول زي ما كنا بنقول لحضراتكم لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي يعني قدم عروض قويه جدا بجد في بطوله الدوري بعد ما حقق الفوز على حساب الزمالك. وكانت مباراه مش بس فيها فوز، كانت مباراه قويه طبعا. كانت مباراه فعلا حلوه تستمتع بيها، وزي ما كنا بنقول طبعا هي كانت معروضه على قناه الاهلي بشكل مباشر. المباراه اقيمت على صاله طبعا الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. خلينا بقى نخش شوية في تفاصيل الشوط. الشوط الأول انتهى بتفوق رجال طايرة الأهلي بنتيجة هنا 25-23. بص التنافسية، لأن بجد كان الأداء من هنا ومن هنا حلو، كان بعد أداء زي ما كنت بقول لحضراتكم بجد مميز جدا. لو هنتكلم على اللعيبة بتاعتنا، انتهى الشوط الثاني برضو بتقدم هنا المنافس 25-22، لكن الشوط الثالث شهد تفوق لعيب الأهلي بشكل كبير جدا عشان ينجحوا في إنهاء الشوط لصالحهم بنتيجة كلية 25-21. وطبعا برضو الشوط الرابع على كل حال، اللي أنا عايز أقوله هنا ان احنا لازم نستضيف يعني على الاقل 2 من الفريق يا كريم، لازم يكونوا معانا لان دي رحله نجاح. احنا برضو مانيين نتكلم في بعض الرياضات عندك او بعض اللعبات اللي عندك يعني بتبقى فيها بعض المواسم مش متفوق قوي يا كريم، صحيح حق يقال، بس بتيجي بعد كده بتعوض، بتيجي بعد كده بتتالق بشكل كبير جدا. ده اللي حصل يمكن في الطايره. ما بقولش مستوى الطايره كان سيء ابدا، بس انا بتكلم الطايره يمكن ما كانش بيحققوا اللي هم يستحقوه او المستوى اللي منتظر بينهم بشكل كبير، كانوا بيحققوا، لكن التألق اللي الفترة اللي فاتت كمان في حاجة أسعدتنا كلنا، فبالتوفيق كمان في اللي جاي إن شاء الله. يعني هي سمة غالبة عموما في كل الرياضات يعني، وكل كل من هو يرتدي تيشيرت النادي الأهلي عموما، حتى لو مرينا في وقت ما في رياضة ما بانتكاسة بكبوة نسميها زي ما نسميها، مش دي الحكاية. الحكاية كلها إن دي حاجات طبيعية وارد إن هي تحصل، لكن الأهم بقى إن يكون في سرعة ارتداد إنجاز التعبير، وإن إحنا نعود مرة تانية وبسرعة
سرعه الصاروخ للتراك بالزبط. الطبيعي بالزبط. اللي بيمشي فيه دايما لعيبه النادي الاهلي في فرقه الرياضيه المختلفه. وعلى فكره يعني بالمناسبه احنا تقريبا نكاد نكون بنتكلم مع حضراتكم بصفه شبه يوميه تقريبا، لازم نكون كل حلقه بنقول مبروك للاعبتنا في مشاركاتهم طبعا في البطولات الدوليه المختلفه. المره دي نتكلم عن منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت سن 14 سنه للتنس اللي نجحوا في الفوز بالمراكز الاولى في منافسات الفردي في بطوله شمال افريقيا للناشئين والناشئات تنس. فاز عمر انديل ببطوله شمال افريقيا لفردي الناشئين تحت سن 14 سنه بعد ما تغلب على غالي صلاح الدين، وفازت جانا صلاح بلقب الفردي للناشئات تحت سن 16 سنه بعد تغلبها على المنافسه الجزائريه وصال بوجماري. وفي منافسات الناشئات تحت سن 14 سنه حصدت لاعبه مصر ليلى البيلي المركز الثاني، بينما حصد المصري محمد ناصر المركز الثاني في منافسات ناشئين تحت سن 16 سنه. مليون مبروك وحاجه مبشره جدا ومطمئنه جدا. كلام جميل. وبرضو يعني خلينا نقول كده، احنا عمالين نعلن كل شويه بطوله غير بطوله دوليه بتقام يعني في مصر. في برضو نتكلم هنا عن الاتحاد المصري لتنس الطاوله اللي بينظم بطوله مصر الدوليه البارالمبيه هنا، واللي هتقام في الفتره المفروض من يوم 27 ل 29 فبراير، هتكون بصاله يعني استاد القاهره. ودي بتعتبر لو هنيجي كده نتكلم هي ثالث بطوله لتنس الطاوله مصر يعني بتكون بتستضيفها خلال الاشهر الثلاثه يعني الاخيره. ونظمت مصر بطوله مصر الدوليه كمان باستاد القاهره البطوله العربيه للانديه واللي شارك فيها كريم 39 فريق، وكنا برضو اتكلمنا عنه انا وانت لو انت فاكر في مختلف هنا الدول العربيه، وتوج فريق سيدات الاهلي فيها باللقب، وتوج فريق يعني ام بي بلقب منافسات الرجال. برضو كانت بطوله جميله جدا. بالتوفيق بقى لاتحاد تنس الطاوله استضافه هذه البطوله البارالمبيه. كلنا منتظرين كمان اداء حلو ويبقى فيه اعلام وتغطيه كمان حلوه يا كريم. الحاجات اللي زي كده بتبقى مهم ان انت تخرج منها كمان بماركتنج للدوله حتى لو على مستوى الوطن العربي او صحيح. مستوى العالم يعني. صحيح. طيب يا ترى بقى ايه التفاصيل الخاصه بحاله الطقس المتوقعه خلال كام يوم اللي جايين واحنا داخلين على ويك اند؟ للاجابه على هذا التساؤل احنا معانا على التليفون مشكوره طبعا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا صباح الخيرات على حضرتك يا دكتوره، واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. بتهيألي من امبارح ابتدينا نلحظ ارتفاع يعني نسبي في درجات الحراره، في احساس عام بالدفى شويه، والكلام ده اتاكد النهارده اكتر، فده معناه ان احنا هنستمر على هذا الوضع الكام يوم اللي جايين ولا متوقع يكون في انخفاض اخر في درجات الحراره؟ بالفعل يمكن احنا بالامس متوقع اليوم يكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، يمكن ده هو اللي محسسنا بالتحسن والاستقرار في الاحوال الجويه. ودايما الظاهره الجويه اللي بتكون مؤثره في الفترات دي او فترات التحسن في الاحوال الجويه هي طبعا السبوره المائيه اللي بتكون كثيفه احيانا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وسبوره مائيه كثيفه يعني بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. فمهم جدا خلال الفترات القادمه خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل القياده تبقى بهدوء تام بسبب الشبوره المائيه، وناخد بالنا من كثافه الشبوره المائيه. اليوم متوقع فرص امطار تكون موجود على سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، وهي امطار خفيفه خلال فترات النهار. ايضا هيكون في نشاط للرياح على السواحل الغربيه، هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه فقط في مطروح والسلوم المناطق الغربيه من البلاد. مع فترات المساء هتبدا السواحل الغربيه تتاثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، فكميات الامطار الخفيفه دي هتتحول لامطار متوسطه. مع دخول فترات الليل والساعات الاولى من صباح يوم الخميس المنخفض الجوي ده هيتحرك من الغرب للشرق، فهيبدا ياثر مع الساعات الاولى من صباح يوم الخميس بامطار على مناطق من محافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه الشرقيه، والامطار دي هتكون امطار متوسطه ورعديه على السواحل الشماليه والمحافظات شمال الوجه البحري، امطار خفيفه متوسطه على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، ممكن تمتد خفيفه لبعض المناطق خلال صباح يوم الخميس لبعض المناطق من القاهره الكبرى. ومع يعني استمرار الساعات في يوم الخميس هنلاحظ تحسن مره اخرى في الاحوال الجويه، تبقى فرص الامطار فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، يمكن هي اكثر التاثر بالمنخفضات الجويه، وكميات الامطار عليها هتختلف من يوم ليوم، هتستمر كمان الامطار عليها الى يوم الاحد القادم ما بين الخفيف للمتوسط، وغدا هتكون رعد ان شاء الله. فمهم نحذر كل سكان المناطق الساحليه
الصفات المعنيه اكتر بقوه الامطار، لازم تبقى القياده بالاتزان مع قوه الامطار، تبتعد تماما عن اعمده الاناره واشياء الكهرباء والاعلانات المعلنيه والمباني المتهالكه. مهم كمان ان احنا نتابع النشرات الجويه عشان نعرف غزاره الامطار موجوده فين والحاله الجويه عامله ازاي. بالنسبه لدرجات الحراره، احنا هيكون طبعا في انخفاض في درجات الحراره خلال الايام القادمه. العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين ال 18، يمكن مع بدايه الاسبوع القادم هتكون 17 درجه مئويه، فهنحس اكثر بالبروده خلال فترات النهار. اجواء بارده الى شديده البروده خلال فترات الليل، خاصه كمان ان غدا هيكون في نشاط للرياح على اغلب المناطق، هيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره. جميل، احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على مشاركتك معانا، وان انت عرفتينا الوضع هيكون جويا عامل ازاي الايام اللي جايه. كانت معانا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. طيب خلينا بقى نروح برضو لبعض اللقطات اللي كانت حلوه جدا من صفقه مروان عطيه وانضمامه للنادي الاهلي. طبعا صفقه رائعه، ان شاء الله يبقى ليه كل التوفيق وان شاء الله يحقق المزيد وكمان والبطولات مع النادي الاهلي. احنا متوقعين منه كتير يا كريم، وكمان جماهير النادي الاهلي ان شاء الله كمان تكون متوقعه منه كتير. يعني اهلاوي الفخر ليا ده العادي، ده العادي، وحابين ان احنا نسمعه طبعا من لاعبنا المنضم مؤخرا. وتاني هنرجع نقول كل التوفيق وان شاء الله يكون على قدر من المسؤوليه بفكره هنا يعني ارتداء تيشرت النادي الاهلي باذن الله. نروح فاصل سريع، لسه اخبارنا اكيد ما خلصتش ونرجع نكمل. صباح الهنا والنصر مرة كمان على حضراتكم جميعا، وخلينا دلوقتي نروح لأخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفة. معنا سالة حامد مراسلتنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. سالة بونجور عليكي، وقولي لنا كده آخر الأخبار اللي معاكي، تفضلي. صباح الخير يا هوندو، طبعا بصبح عليكي كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي انا هوندو يعني حاليا احنا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن كالعاده خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم واستعداداته لمباراه غد ان شاء الله امام نادي المصري. يمكن النهارده الفريق يعني عنده تمرين، التجمع هيكون الساعه 11 والتدريب هيكون الساعه 12 على ملعب مختار التتش، وبعد كده الفريق والجهاز الفني بالكامل هيتجهوا لمدينة الأسكندرية لدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة غد إن شاء الله. وإن طبعا الفريق يكون في حالة تركيز وفي يدخل في أجواء المباراة ويدخل كمان المعسكر المغلق في مدينة الأسكندرية، لأنه إن شاء الله بكرة مباراة المصري هتقام في تمام الساعة 7 مساء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الأسكندرية. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى، يعني يمكن خليني أقول لك أنا هوندو وكريم إنه امبارح اليوم كان أهلاوي يعني بامتياز في جميع الألعاب أخرى، سواء كرة السلة، كرة الطائرة أو كمان كرة اليد. ويمكن خليني ابتدي معاكم بالماسترز أو رجال كرة الطائرة امبارح اللي فازوا على نادي الزمالك بثلاث أشواط مقابل شوط في مباراة أمس، واللي اقيمت بين الفرقتين على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ودي كانت اخر مباراه في ختام يعني المرحله الاولى والدور الثاني من المرحله الاولى. يمكن المباراه دي امبارح اقيمت في تمام الساعه 8 مساء على صاله النادي الاهلي. يمكن انا كمان كنت متواجده امبارح في المباراه. يمكن خليني اقول لكم انه الاجواء يعني كانت اكثر من رائعه، كان في حاله تنظيم يعني كبيره والامور كانت كلها بتسير على ما يرام من يعني جانب اداره النادي الاهلي. كمان يمكن الحضور اقتصر على 25 لكل نادي سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك. كمان كان في يعني متواجدين عائلات اللاعبين سواء برضو يعني نادي الاهلي او نادي الزمالك. كمان يمكن كان في بعض اللعيبه من الالعاب الاخرى كانوا حريصين ان هم يتفرجوا على مباراه امس ويشجعوا نادي الاهلي امام نادي الزمالك، منهم مستر جوستي ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي لكره السله، كمان والتر هادج محترف الفريق، ايضا كابتن احمد الجرحي المدرب العام، كابتن مودي الجرحي لاعب النادي الاهلي السابق في فريق كره السله، كمان المحترفات في صفوف فريق كره الطايره سيدات يعني زي كارينا والمحترفه الاخرى ديانا. يمكن الكل كان يعني حريص ان هو يكون متواجد ويشجع النادي الاهلي يعني في مباراه امس، وتعتبر ديربي ويعني نتيجتها مش هتاثر على مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري، انه خلاص النادي الاهلي ونادي سموحه ونادي الزمالك وبترو جيت تأهلوا للأدوار القادمة إن شاء الله في بطولة الدوري. ولكن امبارح يعني المباراة كانت تعتبر ديربي
والنتيجه مهمه بالنسبه لجميع جماهير النادي الاهلي وطبعا كل اللي كان بيتابع مباراه امس. كمان يعني امبارح سيدات كره السله تحت قياده الكابتن طارق خيري امبارح فازوا على نادي بنك الاهلي بنتيجه كبيره بنتيجه 90-51. كان برضو المباراه دي امبارح اقيمت على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي. النهارده سيدات كره السله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يوم السبت المقبل ان شاء الله عندهم مباراه كمان مهمه في بطوله الدوري امام نادي الجزيره وهتقام على صاله نادي الجزيره في تمام الساعه 6 مساء. كمان سيدات كرة اليد امبارح كان عندهم مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة واللي كانت يعني أمام نادي الزهور وأقيمت على صالة نادي الزهور في مدينة النصر وانتهت بفوز سيدات كرة اليد بنتيجة 25-13. برضو النهاردة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وبكرة هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان يستعدوا للمباراة القادمة إن شاء الله اللي هتكون أمام نادي الطيران يوم الثلاث المقبل وأيضا هتكون ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. خليني بقى استكمل اخبارنا النهارده وكمان اتكلم شويه عن استعدادات يعني باقي الفرق لمباراه المباريات القادمه. يمكن يعني رجال كره السله النهارده ان شاء الله عندهم تمرين ويمكن يوم الجمعه عندهم مباراه نادي الزمالك واللي هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله نادي الزمالك في 100 عقبه. يمكن النهارده الفريق هيستعد بشكل قوي لمباراه يوم الجمعه. وكمان سيدات كره الطايره النهارده هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان برده يوم الجمعه عندهم مباراه السيمي فاينل من بطوله كاس السوبر المصري لكره الطايره واللي هتكون امام نادي وادي دجله وهتقام على صالة المقاولون العرب. كده انا هواند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي يا هواند لو في اي سؤال ولا انا عاوز مره اخرى للاستوديو كلمه ليكي. طبعا يا هواند تفضلي. لا يا سالا انت يعني عملتي تغطيه كالعاده اكتر من رائعه. خليكي بس شويه في النادي. احتمال انت رايح النادي بعد لا للاسف لا انا احتمال اجي على فكره النهارده فلو كده خليكي بقى ممكن نفطر مع بعض ونقعد شويه. شكرا ليكي زميلتنا العزيزه سالا حامد. شوف طيب. الناس كلها عايزه تيجي تفطر شوفها اول ما قلنا افطار. حاضر اللي عايز يجي اتفضل معانا. طيب نطلع فاصل ونرجع بعديها نبتدي بقى بحضراتكم اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده. خليكم معانا. صباح النصر والهنا على حضراتكم مره كمان. وزي ما احنا عارفين الاهلي بكره خلاص عنده ماتش مهم جدا طبعا في بطوله الدوري بنتكلم الجوله ال13 مع المصري واكيد فرقة برضو تقيلة فرقة عندها رغبة ان هي تصعد فرقة عندها تنافسية طبعا وخصوصا ان هي هتلعب مع نادي الاهلي. عايزين نتكلم كمان عن التشكيل المتوقع والاداء والفنيات كل ده وغيره مع كابتن حسين شكري نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا. بونجور يا كابتن حسين. بونجور. وكل سنة وحضرتك بخير يا رب. حضرتك طيبة واستاذ كريم طيب وسنة سعيدة عليكم علينا جميعا وعلى حضرتك وعلى اهل بيتك وحبايبك وعلى النادي الاهلي يا رب. اهلا بيك اهلا بيك منور الدنيا في 10 صفحات الاهلي. وخليني ابتدي مع حضرتك بالتفصيله اللي قالتها نهاوند في مجمل كده التقديمه اللي عملتها لحضرتك فكره التنافسيه ليه دايما ودي حاجه من قديم الازل بس عايزين نعرف تفسيرها من وجهه نظر بقى واحد من اهم الناس اللي لبست تيشيرت النادي الاهلي في وقت من الاوقات. ايا كان الفريق اللي بيلعب النادي الاهلي وايا كانت البطوله وبصفه خاصه في البطولات المحليه حتى لو الفريق مستواه في المعتاد متواضع يجي قدام النادي الاهلي بتشوف فريق جديد وتشوف اداء قوي وتشوف فيه استقتال بالمعنى الحرفي للكلمه. هل اللي ورا ده فكره ان النادي الاهلي بيفرض الشكل ده على الفرق المنافسه ان هم لازم يلعبوا بالطريقه دي ولا بتكون فرصه للفرق المنافسه ان هم يستعرضوا قدراتهم واللعيبه تبين نفسها في ماتش اكيد هيبقى متشاف كويس؟ بص اقول لحضرتك حاجه. النادي الاهلي بيعتبر ده ترينت العرض الكبير. أيوة. للعيبه للمدربين للانديه للاجهزه. انت عمرك ما هتظهر او يبقى شكلك كويس او يتقال عليك ان انت لعيب كويس او مدرب كويس او عملت مباراه كويسه او حاجه الا لما تبقى تظهر في محفل كبير. محفل الكبير ايه هو غير النادي الاهلي؟ صح. يعني كان رحمه الله عليه كابتن ثابت البطل كان يقول لنا حاجه كده دايما يقول اللي بيجي يلعبك بيبقى كاوي الشورت والفانيلا من بالليل. يعني اللي جاي يلعب حلوه يعني والله يعني حلوه كاوي الشورت والفانيلا يعني هو مستعد من غير اي حاجه لان هو عارف ان هو بيلعب قيمه زي قيمه النادي الاهلي. واخد بال حضرتك ازاي؟ فدايما الفرق الكبيره زي النادي الاهلي كل لعيب بيبقى مستني المباراه ديت لان انت بتلعب النادي الاهلي مثلا الدور الاولاني او الدور الثاني مباراتين في موسم. واخد بال حضرتك ازاي؟ فانت بتبقى عايز تظهر باحسن مظهر ليك او شكل ليك ان يتقال عليك ان انت لعيب كويس او ان انت بتادي اداء كويس. فقيس بقى كده على كل الفرق اللي انت بتيجي بتلعبها. طبعا بتلاقي النادي الاهلي المنافسه بتبقى يعني شرسه او قويه او ايا كان يعني لانك انت مش هتظهر بشكل مهما عملت مثلا مباريات مع فرق تانية
بشكل كويس عمرك ما هتظهر زي ما انت تقدم مثلا مباراه او مباراتين قصاد النادي الاهلي بشكل كويس. واخد بال حضرتك ازاي؟ فدي بتقابلها طبعا صعوبه كبيره جدا للنادي الاهلي، ولازم تبقى انت في المقابل لعيبه النادي الاهلي وهم مدركين الكلام ده وعارفين الكلام ده كله، ان انت كل مباراه بالنسبه لك انت لازم تقابل نفس المنافسه الشرسه دي او التحدي دوت، لازم تقابله بتحدي اكبر او بشكل اكبر. صحيح. فما ينفعش ان انت تبقى متهاون او متخاذل، او دي صفه طبعا مش موجوده طبعا في النادي الاهلي. فسمه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي او قدرهم ان هو كل لما هيجي ان هو يلعب الفرق والكلام ده كله لازم يبقى التحدي عنده اكبر، لانه نادي بطوله. فمش هينفع ان هو تبقى الامور بالنسبه له انه زي ما نقول يريح شويه او يكسل شويه. عشان كده احنا دايما بنقول كل مباراه صعبه بالنسبه للنادي الاهلي، لان حتى لو الترتيب في الجدول الفرقه اللي احنا بنلعبها بعيد جدا، حتى لو المستوى الفني معروف انه في اختلاف، بس برضو زي ما حضرتك قلت هم بيجوا مع النادي الاهلي ويبذلوا افضل ما عندهم ويظهروا بافضل صوره، فعشان كده كل مباراه فعلا بتكون مهمه. خلينا بقى نروح للمصري، وخلينا برضو يعني قبل ما نتكلم في تفاصيل المباراة عايزة أروح لجزئية فكرة هنا طرق اللعب والتشكيل. هل شوية احنا هنتكلم دايما بيبقى من آخر يعني ماتش، يعني هنتكلم مثلا ممكن يكون شوية اللعب متقارب من ام بي، ولا مصري ربما يكون مختلف شوية؟ لا، هو سيستم النادي الاهلي غالبا بشكل من ساعه ما مستر كولر جه ومسك النادي الاهلي 4-2-3-1، مع اختلاف طبعا الافراد اللي ربنا طبعا يشفي اكرم وكريم، ربنا يرجعهم بالسلامه. ودي من الحظوظ الوحشه او من الحاجات الوحشه اللي بيقابلها ولادنا مصابين بالظبط، لان هم كمان في مركز واحد، فبتبقى الامور صعبه جدا يعني. فسريعا برضو مجلس اداره، يعني الناس اللي مسؤوله عن الكوره بيفكروا بسرعه، والحمد لله جابوا لنا برضو انتداب كويس عبد الفتاح. ان شاء الله ربنا يكرمه، ولد صغير ومبشر بالخير ان شاء الله باذن الله، يكون اضافه كويسه. وزي ما بقول لحضرتك الاختلاف في الشكل بتاع الطريقه او اللعب بتاعه النادي الاهلي ما بتختلفش بشكل كبير، او ما فيهاش تنوع يعني بالظبط. هو النمط مع الاختلاف بقى بالفرق اللي انت بتلعبها. بمعنى وانت بتلعب مثلا فرقه زي النادي المصري، النادي المصري طبعا عارفينه لسه جاي طبعا الجهاز كابتن حسام والكلام ده كله مع النادي المصري، هم متحفزين وبقوا بشكل افضل، بيأدوا بشكل افضل من الفترات السابقه. كان حصل لهم دروب شويه، بداوا ان هم يفوقوا شويه، بدات الامور تتحسن. انا بس عايزه عفوا ان ده من تدريب امبارح بس يا كابتن حسين، فطبعا ربنا يشفيك يا اكرم. هي اصابه يعني محدش بيتمناها ابدا، اي لاعب يتمناها ولا اي جماهير بتتمناها اللاعب بتاعتهم، ربنا يشفيه. بس هو كان متواجد امبارح، وانت عارف برضو الروح بتبقى حلوه بين اللعيبه دايما، دي بتفرق بشكل كبير نفسيا. هو يعني سبحان الله، يعني ربنا يشفيه ويعافيه دايما. هو مؤمن بقدر ربنا، حتى نزل بوست بعدها على طول، يعني يأثر في اي حد بصراحه. انا هو يعني ان هو متقبل كل شيء من ربنا والكلام ده كله، فربنا يا رب يشفيه ويعافيه. وان شاء الله هو راجل يقدر مهم يرجع قوي وبيلعب بمنتهى الرجوله والتفاني والروح القتاليه. وبعدين مش من الناس اللي هي بتطفش عند اللزوم، تطفش الكوره لا، ما فيش كوره بتطلع من رجلين اكرم غير وهي عارفه طريقها. يعني لازم حتى لو هو بيصد من خلالها هجمه، بس غالبا طالما كوره وصلت وقطعها بيبتدي بيها هجمه. فاكيد بنتمنى ربنا يحميه يا رب ويشفيه ويعافيه ان شاء الله باذن الله، ويرجع اقوى من الاول، وربنا يعوضه عن الاصابتين دول ان شاء الله بحاجة أفضل. يعني رب ضارة النافعة، ممكن يكون قدره إن هو يكون كده، ممكن بعد كده إن شاء الله ربنا يعوضه إن هو يلعب كأس عالم. بس يعني الإصابات يا كابتن حسين برضو كتيرة في الجيل ده، يعني أيام برضو جيل حضرتك والجيل اللي قبل ما كناش كان في إصابات طبعا، بس ما بتبقاش بالكم ده برضو. دي تفسيرها إيه؟ يعني بتشوفها إزاي؟ هل دي ليها علاقة بالأحمال؟ ما بتكلمش على النادي الأهلي إن جنرال، ليها علاقة بالملاعب؟ ليها علاقة بإيه؟ ليها العلاقة خاصة الإصابة بتاعت الرباط الصليبي ديت، ليها عدة مشتقات، من ضمنها الملاعب، من ضمنها الحذاء نفسه بتاع اللاعب نفسه، قطر المباريات، الأحمال، الضغوطات طبعا. فهي ليها عدة أسباب، ما لهاش سبب واحد، يا واخدة بال حضرتك إزاي؟ فهي بتبقى قدر بيني وبينك. يعني الإصابة ديت كمان إصابة بقت صعبة جدا في العالم كله طبعا.
وبتاخر اللعيب بشكل كبير، فربنا يحفظ اللعيبه كلها ويحفظ اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. فهي زي ما بقول لحضرتك هي قدر وليها اسباب متعدده، يعني ما لهاش سبب واحد للاصابه نفسها. يعني في ماتش المصري راي حضرتك او تتوقع حضرتك ان البدايه من قبل نادي المصري، تعالى نقف عند المصري شويه، هل تعتقد ان البدايه هتكون يعني هجوميه من ناحيته، ولا بالعكس هنلاقي تكتل دفاعي، ولا هنلاقي توازن ما بين الدفاع والهجوم؟ لا، هو معظم يعني لما نيجي ندرس مثلا فرقه المصري، وبالاخص لما يكون مع كابتن حسام، كابتن حسام ما بيبقاش متحفظ دايما، هو عنده الجراءه ان هو بيهاجم حتى لو تحفظ شويه. او انا كنت شفت له تقريبا مباراه ومباراتين كان بيلعب بثلاث مدافعين ورا، وده مش اسلوب، يعني ده اسلوب جديد على 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 الكابتن حسام. فممكن يكون هو في بدايه التولي الفتره بتاعته كان عارف ان في دروب في الفرقه، فكان عايز يبقى متحفظ شويه والكلام ده كله. ما اعرفش بقى هو هيرجع تاني للطريقه بتاعته اربعه، ان هو يلعب اربعه ورا ما يلعبش ثلاث مدافعين يعني. بس من عادات الكابتن حسام او فرقه النادي المصري انها لما بتلعب النادي الاهلي او بتلعب اي فرقه بيبقوا بيسعوا للمكسب، لان هما كمان عندهم افراد كويسين، يعني عندهم لعيبه كويسه. وبعدين استغنى كمان عن بعض اللعيبه اللي كانت موجوده في من لعيبه يعتبروا اللعيبه الكبار عندهم، زي فريد شوقي وكذا اسم كنت قريت كده، حوالي 3 4 اسماء من اللعيبه اللي هم القدام في يعني جدد دماء الفريق مره بالظبط. فخلي بال حضرتك برضو الحاجات ديت بتبقى يعني يا اما عندك انت اللي يعوض اللعيبه الكبار دول بلعيبه صغيره كويسين وامكانياتها كويسه، ودي بتبقى اخطر، لان اللعيب الصغير اللي طالع دوت عايز يبني مستقبله، عايز يعمل اسم، عايز يعمل، وبعدين بالاخص كمان ان هو بيلعب النادي الاهلي فمتشاف كويس، فدي بتبقى حافز للعيبه الصغيره اللي بتبقى موجوده. واخد بال حضرتك ازاي؟ فهي المباريات عامه بتاعت الاهلي والمصري على مدار السنين اللي احنا عشناهم اخر 10 20 سنه اللي فاتوا دول بيبقى فيها نديه بشكل كبير. واخد بال حضرتك ازاي؟ الدوافع ان النادي المصري عايز كمان يخرج من الحاله اللي هو كان فيها الفتره اللي فاتت ديت. طبعا النادي الاهلي لا يخفى على اي حد ان هو دلوقتي يعني فرق 3 بونت، بدا ان هو يبقى اول الدوري وان شاء الله يستمر للنهايه. الدوافع بتاعه النادي الاهلي كمان كبيره، يعني عشان نقول مثلا الدوافع بتاعه النادي المصري لا، انا بشوف ان الدوافع بتاعه النادي الاهلي اكبر من الدوافع بتاعه النادي المصري. بص يا كابتن حسين، ان شاء الله يعني شاء الله. بس ما فيش يعني فكره هنا رفاهيه ان احنا ما ناخدش الدوري الموسم ده باذن الله. صعب جدا. هقول لحضرتك حاجه، يعني هي ما حصل، يعني ما اظنش ان هي حصلت قبل كده ان النادي الاهلي فقد الدوري ثلاث سنين ورا بعض. واخده بال حضرتك؟ الامور صعبه، الكوره من اصعب لاصعب. واخده بال حضرتك ازاي؟ ضغط المباريات للنادي الاهلي كمان بشكل كبير جدا، يعني بقى لنا حوالي دلوقتي داخلين في 4 5 سنين النادي الاهلي ما بياخدش فترات راحه كبيره، ودي صعبه على اي فرقه وعلى اي لعيب. واخده بال حضرتك ازاي؟ ولسه هنخش كاس عالم انديه كمان. فالامور بتبقى صعبه، يعني مش عايز اقول برده، مش عايز احمل اللعيبه او الجهاز الضغط بتاع المباريات ده على اي فرقه بالشكل ده خلال 4 5 مواسم متوالية. طبعاً طبعاً. صعب جدا 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 على اي حد. بس انا حاسه يعني استكمالا لكلام حضرتك، انا حاسه ان اللعيبه بتوعنا عايزين يعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يرادوا جماهير النادي الاهلي. يعني لقطات كتيره بتشوفها حتى وهم بيلعبوا، منها اللقطه اللي كانت فاتت بتاعت قفشه، وفكره ان هو يحط التيشيرت على راسه اللي هو بما معناه طبعا نادي الاهلي وجماهيره على راسي، تحس ان دي كلها محاولات لاستعادة مرة تانية ثقة الجماهير، واللي هو مصالحة الجماهير، لو أنا كنت موسم مش حلو، لو أنا كنت كم مباراة مش حلو، اللي جاي هيبقى أحسن. أنا بشوف الروح دي موجودة في كل ماتش الأهلي بيلعبه هذا الموسم بصراحة. أي حد بيخش النادي الأهلي هي دي الروح، وهي دي السمة بتاعت اللعيبة بتاعت النادي الأهلي. حتى لو أنت جاي من بره، من نادي بره، ودخلت جوه المنظومة دي، أنت خلاص بقيت زي ما بنقول ترس في آلة أو ترس في مكنة. لازم تركب مع الأمور دي. النادي الاهلي بغض النظر ان فنياتك كويسه او فنياتك قليله او الحاله او الكلام ده، حته الروح بتاعت النادي الاهلي او ان انت تبقى متواجد في النادي الاهلي دي، ده سمه يعني مش هتتغير عبر اجيال كبيره جدا، ان انت بتقاتل عشان تاخد البطوله. بالظبط. ما بتلعبش يعني مش زي انديه تانية او الكلام ده كله، لو هو ناخد بطوله موسم وخلاص يعني نقعد عليها كام سنه. الطمع في المكسب في النادي الاهلي بشكل كبير جدا، ودي بتوصل للعيبه كلها. انا افتكرت فايلر حتى الولاد الصغيرين، افتكرت فايلر لو انت فاكر، لو كلمنا على الولاد الصغيرين كمان في النادي الاهلي برضو هي نفس السمه.
فايلر لو انتوا فاكرين لما جه وكان عنده تصريح قبل ما يمشي وقال لك مش ممكن جماهير النادي الاهلي، كان بيهزر يعني يقول لك هم عايزين يكسبوا كل البطولات وكل الماتشات، ده بيحصل في البلاي ستيشن بس. كان التصريح ده برضه بس كده. احنا كده يعني اوكي ميك سنس، بس احنا كده فعلا، احنا كده بس في المقابل بقى كميه الضغوطات اللي بتكون على يعني عبء على اكتاف كل اللعيبه برضه مش سهل التعامل معاها. فكره ان انت عندك جمهور مساند وموجود في ظهرك وفي نفس الوقت مش بيرحم في حاله التخاذل او التراخي او التكاسل او ما يحس ان في لاعب تقاعس بشكل من الاشكال، دي بتشكل ضغط كبير على اللاعب، واكيد دي من ضمن القواسم المشتركه اللي في الاجيال المتعاقبه من النادي الاهلي. بتتعاملوا معاها كنتوا ازاي؟ بص حضرتك، هو زي ما بنقول يعني سيستم، من ضمن السيستم دوت، لو هنقول حتى لو الناس بتشوف ان هو خارجي، لا ده هو داخلي وعنصر اساسي الجمهور. الجمهور عايز اقول لحضرتك ايه، جمهور النادي الاهلي فاهم قوي وواعي قوي وعارف كويس قوي ان امتى بيساندك وانت مثلا في حالتك ان انت مرهق او تعبان او ضغط المباراه، وامتى يشد عليك وامتى الكلام ده كله، هو عارف الكلام ده كله. جمهور النادي الاهلي ممكن يقبل منك اي حاجه الا ان انت يحس ان انت متهاون، صح؟ يعني ممكن يقبل منك خساره او تعادل او ايا كان، بس اعمل اللي عليك، صح؟ فهم فاهمين ومدركين دي كويس قوي، ودي سمه في النادي الاهلي، ودي يمكن حافز كبير جدا للعيبه اللي موجوده. هم عارفين ان الناس اللي بتشجعهم دي هي فاهمه كويس قوي ومقدره كويس قوي امتى انا بكون تعبان ومش قادر فعلا، او مضغوط او المباريات كتير او الكلام ده كله، وامتى انا ما عملتش اللي عليا. انا ما عملتش اللي عليا دي هي دي المشكله، واخد حضرتك ازاي؟ اهم حاجه ان انت وانت بتنزل الملعب ان انت تكون عامل اللي عليك، النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، واخد بال حضرتك ازاي؟ فهو النادي الاهلي ما بيقبل، جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش ان انت تحس ان انت متهاون شويه او كسلان شويه او ما بتاديش اللي عليك. اكتر نادي في العالم حصل على بطولات، ما احنا بنتكلم برضو ايه، بمنطق وبتاريخ، ما احناش طالعين نقول احنا احسن ناس واحنا ما عندناش البيز اللي يخلينا نقول كده عشان ما حدش يضحك علينا يعني، لا احنا عندنا ده وموثق اكتر نادي حصل على بطولات في العالم مجمعه، انا بتكلم مش بس افريقيا او يعني مش قاريا، احنا بنتكلم مجمعه اللي حضرتك بتقوليه ده قارين تالي ريال مدريد، انا بتكلم مجمعه مع بطولات النادي الاهلي، فيعني مش جايين ندعي حاجه مش بتاعتنا. لا احنا على مدار تاريخنا، يعني تاريخنا بيشهد باي حاجه بالكلام ده كله. هو بقول لحضرتك هو ان 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 ان, إن, إن الجمهور مقدر كويس جدا وعارف كويس جدا ان هو انت امتى بتبقى كسلان، مش عايزين نقول حاجه تانية، ان انت كسلان، صحيح دي نقطه، دي هي اللي مش هيقبلها منك الجمهور بتاع النادي الاهلي، انما ممكن يقبل منك اي حاجه تانية طالما انت قدرت ان انت عملت اللي عليك. الجمهور في الفتره اللي حضرتك شخصيا كنت بتلعب فيها، هل نفس الكواليتي بتاع الجمهور الموجود حاليا مع فرق الاجيال وفرق وسائل التواصل الاجتماعي والترندات اللي بقت محطه انظار ناس كتير ومصدر لاهتمامهم؟ لا اختلفت طبعا بشكل كبير، لان السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتوصل الامور اسهل واسرع بكتير بشكل كبير جدا. زمان كان الجمهور مثلا ممكن انت مقتصر على الناس اللي بتشاهد المباراه مثلا في التلفزيون او في الملعب، انما انت دلوقتي في حاجات تانية وفي كواليس تانية وفي يعني في امور يعني بتوصل بسرعه اسرع. ده افاد اللعبه زي ما اضر، يعني زي ما حضرتك عارف كل يعني حاجه جديده او حديثه بتحصل لو استخدمتها غلط هتبقى مشكله. يعني بالاخص انا اللي بيقلقني او اللي بيضايقني من الـ ممكن من السوشيال ميديا ان الاحداث بتبقى متسارعه، فممكن حد يقول خبر غلط او 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 اشاعه او حاجه زي كده، هو ده اللي بيحصل ممكن، فدي بتبقى مشكله كبيره لانها بتنتشر بشكل كبير، وعشان تلم بقى انت الموضوع دوت ان مثلا حصل مشكله هنا او كده او الكلام ده كله ممكن تاخد وقت. وفي ناس بتألف، يعني هي مش فكره مثلا مشكله حصلت وقت، لا ده انا هقول لحضرتك حاجه تانية، ده في ناس تانية عادي. لا ده في ناس بتبقى قاصده طبعا في توقيت معين ان هو يقول خبر معين عشان يوقع يعني الحاجات بقى اللي هي الواحد والله حتى على كل الاصعده يعني يقول لك احنا بنسمع عن نفسنا حاجات احنا ما نعرفهاش بالظبط يعني مش معقول. فانا يعني بشوف ان دي اسوأ حاجه في الـ في الـ في, الـ في السوشيال ميديا، ان انت لما تنزل خبر قبل ما تنزل خبر او ان انت تساعد في نشر خبر تاكد الاول ان الخبر ده مظبوط. احنا في النقطه دي احنا نسالنا ده احنا لوحدنا في برنامج 10 الصبح في الاهلي، الهواد قالت تيجي 3000 مره وانا قلت تيجي 2000 مره. يا اخوانا اي حاجه تخص النادي الاهلي خدوها من مصدر، تعاقدات استبعادات قرارات خدوها من النادي الاهلي عبر قنواته الشرعيه المعروفه ومنها بطبيعه الحال القناه. لان خلي بال حضرتك برضو معلش مش عايزين نبقى احنا مش في المدينه الفاضله، انت معاك منافسين ومعاك
حاجات كتيره قوي، ممكن في توقيتات معينه بتحصل حاجات انا عايز اوقع ايوه يعني انا عايز اوقع مثلا النادي دوت، او انا عايز اشغلهم بعيد عن تركيزهم للبطوله او الكلام ده كله. الحاجات دي كلها فبتبقى في حاجات كده يعني ايه مش 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 ظريفه او مش كويسه. فلازم احنا كجمهور النادي الاهلي او محبين للنادي الاهلي او اللعيبه كمان والاداره ناخد بالنا كويس قوي من الحاجات ديت، لان دي ممكن تاثر كتير جدا. اللعيبه برضو معلش، انت في لعيبه صغيره بتبقى طالعه لسه ما يعرفش، ما عندهمش الفكر الاحترافي او الاحترافيه ان هو ان انا اقدر افصل بين ان انا اتقال عليا خبر مش مظبوط فانا عايز اكدبه، وانا في نفس الوقت عايز اركز في الـ في الـ في شغلي. فدي بتبقى ممكن تعمل دروب لبعض اللعيبه خلاص يعني كله. الحاجات دي بالخبره مفروض يعني ما بتفرقش تماما. حد قال خبر ماشي، الصفحه معموله باسمك بالاخص كمان ماشي. النادي الاهلي هقول لحضرتك حاجه والله حاجات بقت تضحك يعني مش تفرق خالص. هو كمان النادي الاهلي يعني مش عايز اقول ميزه او عيب، ان هو مش كل حاجه بيجري وراها ان هو يكدبها الحاجات خالص. الاخبار اللي هي دي طبعا. فساعات لما بيسكت شويه بتلاقي الموضوع كبر بحضرتك، وفعلا هو ما عندهم حق. يعني هو انت مش هتجري مثلا لو كل يوم مثلا عمل مثلا 10 اخبار خطا عن النادي الاهلي او حاجات مش مظبوطه ان انا هجري ورا الاخبار ديت، يعني مين هيعيش للكلام ده كله؟ احنا الرد بتاعنا كابتن حسين وده من زمان جدا، احنا الرد بتاعنا الملعب والبطولات بالظبط. اقعد ارغي بقى، اقعد اهري، احنا مكملين، احنا بالزبط. بننجح، احنا بنوصل اللي احنا عايزاه، وانتوا اقعدوا اتكلموا براحتكم. وده النجاح الحقيقي. دي احلى حاجه على فكره بالزبط. ده بيبقى دافع ان انت تكمل. يعني احنا كلنا واحنا ماشيين اوقات بنتعب، بس ده بيبقى دافع ان انت تكمل. الناس دي فنادي اهلي عمره ما التفت، حتى احنا عمرنا ما بنطلع هنا مثلا نقعد نرد على الناس. كل اللي احنا بنقوله احنا شاغلين نفسنا بنفسنا. مع عمر قناة الأهلي عمرها ما طلعت تدافع، لأن النادي الأهلي مش محتاج حد يدافع عنه. والناس دي لما ما بتلاقيش حد بيرد عليها بيبقوا مع خلاص بيقعدوا بقى يكلموا نفسهم. فيعني دي ميزة برضو عندنا. دي أنا بشوفها سمة البطل ان هو ما بيبصش وراه. انا خلاص انا في التراك بتاعي وانا واخد الهدف بتاعي ان انا هوصل فين، فانا مش هقدر ان انا ابص لورايا. محمود الخطيب في هذا الإطار دايما ليه قول مأثور كده، بعد ما بياخد النادي الأهلي أي بطولة بيشارك فيها يقول لك احنا بنطفي لمبة وبنولع لمبة. بالظبط بالظبط. بص هقول لحضرتك حاجه، كابتن خطيب نموذج كلاعب وكراجل اداري وكراجل رئيس نادي دلوقتي، يعني مش عايز يقول يضرب بيه المثل او يعني هو قيمه وقامه طبعا، ان الراجل ده اتعرض لضغوطات كتيره وتعرض لحاجات كتيره ويعني صعبه جدا 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 على اي حد. بعض منها كان غير شريف. لا وفي حاجات كمان بتوصل، الحاجات اللي بتوصل برضو معلش انا اسف للبيوت والكلام ده كله طبعًا. بتبقى صعبه جدا. أكيد. انت عندك بيت وعندك اسره وعندك اولاد وعندك احفاد وعندك الكلام ده كله. ما يعني اتمنى من ربنا ان الحاجات دي ما توصلش لي. يعني احنا في الاخر خالص احنا بنلعب رياضه، احنا في احترام متبادل مهما كان في منافسه او في الكلام ده كله. الروح الرياضيه ذات نفسها، لان احنا زمان او قبل كده العلاقه، لو انتوا تشوفوا العلاقه اللي كانت بين مثلا كابتن خطيب او الاجيال اللي هي كانت القديمه ديت والعلاقه بين المنافسين والكلام ده كله، كانوا اصدقاء واصحاب طبعًا. يعني كل حاجه كانت العشره كويسه. انا فاكر مش عايز بس رحمه الله عليه كابتن طارق سليم رحمه الله عليه لما تعب في الفتره الاخيره وتوفى كابتن حماده امام تقريبا. انا مش عايز بس مش هقول تفاصيل هو عمل ايه وبهدل الدنيا ازاي عشان يروح. وكانت حالته كانت يعني في اخر ايامه رحمه الله عليه كانت صعبه شويه، ان هو لازم يروح يعزف كابتن حماده امام. ده اكبر دليل ان الناس دي كانت العلاقه اللي بينهم وبين بعض اكتر من اخوه طبعا. واخد بقى حضرتك ازاي؟ لان انا عارف التفاصيل. هو كان يعني أيوه. رحمه الله عليه كان يعني مش قادر، ما بيقدرش ان هو يقوم او كان على الكرسي، وصمم ان هو يروح العزاء بتاع كابتن حماده. ف لازم الاجيال الجديده او الناس الجديده قبل ما تقول اي حاجه اعرف العلاقه كانت بين الناس دي وبين بعضها عامله ازاي. احنا لما نتوارث الشيء كويس، ما نتوارثش الحاجات اللي طلعت غريبه او الافيهات اللي طلعت غريبه دلوقتي ملهاش اي لازمه وتشوه علاقات وتشوه سمعه ناس وبيوت والكلام ده كله. بقول لك على حاجه يعني كل واحد بينطق بما هو عليه. فاحنا ما يعني تاني هرجع اقول مش عايزين حتى نطول في النقطه دي، لان احنا لينا برضو التعاليم بتاعتنا. يعني انا هقول لحضرتك حاجه عشان يبقى رد على كل الكلام ده. احنا عندنا في برنامج في رمضان رد الجميل، طبعا حضرتك اكيد عارف البرنامج ده، في اخر حلقه
كابتن محمود الخطيب لما طلع وكرد جميل استضاف كل لعيبه الانديه المختلفه الزمالك وكله وكان منهم كابتن هشام يكن وغيره، والناس يعني جت وكان في تعامل وكان في احترام وكان في مسج حلوه لكل الجماهير المصريه. طبعا كله من كل الانديه كريم، ده هو ده اللي احنا نعرفه، هي دي الرياضه، هو ده رئيس نادي. يعني هي دي اللي انا بتكلم فيه او اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي. احنا مثلا زي ما احنا بنقول ان احنا رائدين في كل حاجه، احنا بنوعي بس الناس، احنا مش بنتكلم في اي حاجه غلط، والمفروض ان احنا ما نتكلمش فيها كتير والكلام ده كله، بس احنا بنوعي الشباب الصغير او الناس اللي هي يعني الاجيال اللي لسه طالعه دي ان كان في ود وكان في تراحم وكان في علاقات كويسه وكان وحيستمر. ولازم الامور دي ترجع لكده. احنا 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 مش اعداء، احنا في بلد واحده، احنا مش اعداء. في تنافس شريف في كل حاجه، احنا بنشوف الماتشات بره. يعني انا متفرج على ماتش من يومين كان برشلونه واتلتيكو مدريد، ناس انا مش عايز اقول بتقاتل اخر نفس في الملعب. بعد ما المباراه خلصت كل الناس بتسلم على بعضها وبتاع، رغم ان كان في تنافس عنيف جدا يعني كره قدم شرسه، حلوه وكل حاجه وفيها شراسه وفيها قتال، بس بعد ما المباراه خلصت الموضوع انتهى. احنا لازم نتعلم ونبقى عندنا الثقافه دي بالظبط. يعني انت بتشتغل وانا بعمل شغلي وانت بتعمل شغلك والكلام ده كله، بنجتهد وفي الاخر خالص اللي ربنا بيوفقه خلاص انت بتسلم عليا. العلاقه اللي بعد كده هي دي اللي هتدوم، العلاقه دي اللي احنا هنورثها للاجيال اللي طالعه بعد كده، انها طالعه على اخاء، على محبه، على ومش عايزين نشغل بالنا برضو. لا نقطه ليه؟ لا يعني كلامي مش فكره ان احنا ما نتكلمش، احنا ما نشغلش بالنا علشان الموضوع مش مهم. والنقطه الثانيه ان انت عندك جماهير في ظهرك، يعني اللي حضرتك بتقوله اي اساءه بتواجه لاي حد في النادي الاهلي، للاعب، لمذيع، لمجلس الاداره، لغيره، انت عندك درع هو اللي بيرد، عندك انت مش محتاج ترد. فاهم قصدي كابتن حسين؟ انا قصدي في الكلام ان احنا عايزين نقف هنا، يعني هنا نقف. بص حضرتك دي صوره مثلا ممكن تختصر لنا كلام كتير قوي. طبعا يعني كابتن حسن شحاته قمه النجوميه وقمه الاحترام والصوره دي عالميه على فكره. طبعا بليغه جدا الصوره دي، كفايه يعني احنا لو قعدنا نتكلم سنين يعني ده. الصوره دي كفايه، بس يعني احنا بنتكلم على اسطوره بتصور اسطوره بالظبط حقيقي يعني، وهي دي المفروض ان العلاقه دي تبقى موجوده، وهي دي اللي دايما. خلينا بقى نرجع مره ثانيه للدوري والموسم ده والنسخه دي من الدوري، في ضوء الماتشات اللي حضرتك شفتها الفتره اللي فاتت سواء للاهلي او لغير الاهلي، تتوقع او شايف مين الاربع فرق اللي ممكن يوصلوا للمربع الذهبي؟ مش هقول لك اللي يلعبوا الماتش النهائي، بس مبدئيا المربع الذهبي طبقا لمشاهداتك الفتره اللي فاتت المفروض تضم اسماء مين ومين؟ بص هقول لحضرتك حاجه، الاهلي والزمالك وبيراميدز فيوتشر من الفرق اللي عندها سكواد يقدر ان هو يكمل بشكل لابعد مكان. في فرق تانية كويسه بتعمل نتائج كويسه والكلام ده كله، بس انا بشوف ان العدد اللعيبه او اللعيبه الكويسه اللي عندهم مش كتير، ودي هتبقى مشكله مع مرور المباريات وضغط المباريات والكلام ده كله، هتبقى مشكله لو حصل اصابات او ايقافات او الكلام ده كله. فلازم يبقى عندك انت سكواد كويس ان انت تقدر تكمل، يعني في اللي بياخد البطوله دوت مش هتبقى مختصره معاك ان انت معاك 13 14 لعيب بتلعب بيهم الدوري كامل، محدش هيستحمل الكلام ده كله. لازم يبقى عندك عدد، والعدد مش عدده بس، لا عدد في الكواليتي كمان بتاع اللعيبه بالظبط، لازم يبقى قريب من بعضه، الخامه لازم تكون قريبه من بعضها، ما يبقاش الجاب كبير بين الناس اللي بتلعب والناس اللي ما بتلعبش. واخد بال حضرتك ازاي؟ فانا على ما اعتقد الاربع فرق دول ان هم يعني بيأدوا بشكل كويس وعندهم سكواد كويس، عندهم الامور الماديه او الماليه كويسه برضو ان هي تكمل للاخر. الاتحاد بشوف ان هو بيعمل ماتشات كويسه، غزل المحله كان بيعمل ماتشات كويسه، اسوان بيعمل ماتشات كويسه حلو الفتره اللي فاتت، وكان عمل تدعيمات كتير على ذكر الصفقات. وبتمنى بس ان المشكله بتاعتهم، لان كنت سامع امبارح ان الكابتن ايمن ما حضرش تمرين، بس هو هيروح النهارده ان شاء الله باذن الله التمرين، ان هم عاملين حاجه كويسه، بس هي العائق عندهم الامكانيات الماديه.
فدي بتمنى من اي حد لو بس كابتن ايمن فعلا كويس جدا يعني نقل برضو وهم عندهم فرقه كويسه جدا بصراحه بامانة الله يعني الصفقات جت بنتيجه حلوه يعني ومؤدين بيأدوا كمان يعني غير ان هم بيقدموا كره كويسه كمان الروح بتاعه الولاد حاجه ما شاء الله عليهم دي حقيقة. فانا متابعهم عشان بلدي طبعا بتمنى لهم كل الخير ربنا يعزك بتمنى لهم بتمنى لهم يا رب التوفيق لان هم لو كمان هم عندهم فرقه كويسه وعندهم مدرب كويس ولو هم قدروا ان هم السنه دي ان هم يقدروا يقعدوا في الدوري وحد شاف الامور بتاعه الماديه دي انها تتحل يشوفوا لها حل او المشكله دي تتحل انا اشوف ان اسوان بالفرقه دي ممكن يقعد فتره طويله جدا في صغير ولسه طفل صغير في اسوان ولسه يعني بتلتمس خطواتك الاولى في دنيا كره القدم تخيلت ان هيجي عليك يوم من الايام ان انت تبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي تبقى واحد من ابرز نجوم دي كانت امنيه حياتي ان انا العب في النادي الاهلي وانا صغير والله مش عشان حاجه انا كنت عايز حاجتين وانا صغير اطلع ضابط او العب كوره يعني. قبل اي حاجه يعني وانا صغير لما يعني انت عايز تطلع ايه وانت كبير يا اما اطلع ضابط يا اما العب كوره يعني فربنا حقق لي الحمد لله رب العالمين امنيتي لاني انا والدي كمان وانا يمكن قلت هنا قبل كده والدي رحمه الله عليه من الناس الاهلاويه وعم حربي وجزره والمشجعين وعم حسين رحمه الله عليه والناس دي كلها عارفينه لانه كان بيجي يروح التمرين لانه كان بياخدني وانا صغير كان زمان النادي الاهلي كان يوم الجمعه ده ماتشات الساعه 10 الصبح والساعه 1 والساعه 3 ورا بعض فكنت يوم الجمعه ده دايما بروح النادي الاهلي اقعد اتفرج على الناشئين دول والكلام ده كله فكنت بتمنى ان انا لما اكبر ابقى زي الناس دي دي امنيه الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي وكان في موقف على فكره حلو مع كابتن حسن حمدي برضو انا سمعت اسمعوا القصه دي كانت حلوه انا عجبتني مره كان كابتن حسن كان عامل معانا اجتماع وهو داخل فبيسلم علينا فكنت واقف انا وكان اسحاق اول وكان يوسف يعقوب فاحنا الثلاثه سماره ما شاء الله يعني وايه وجنب بعض ما فيش فاصل بيننا وبين بعض فهو داخل فالاشكال احنا يابانيين بالنسبه له فدخل فراح مسلم عليا فبيقول لي هلو فقلت له انا حسين يا كابتن فراح بس قال لي ما انتوا واقفين جنب بعض فدي من الحاجات الظريفه الواحد يعني حلو ان هو يبقى عنده حلم وبعد كده حلمه ده يقدر ان هو يحققه يعني الحلم ما يتحققش لوحده انت اللي بتسعى لغايه لما تحقق حلمك ساعتها بتحس ان انت فرحان بنفسك فخور بالمشوار اللي انت عملته كابتن حسين برضو انت كان عندك صعوبات في الاول كتيره وساكن في حته ومن منطقه تانية كلمنا برضو على دي لان دايما زي ما بيتقال كل قصه نجاح كواليس احنا ما نعرفهاش بص حاجه عشان تنجح تصدق حلمك دوت وتسعى وتصر عشان وتصر عليه وتقاتل عليه وتحارب عليه انا وانا طفل صغير وعايز العب كوره والكلام ده كله كان شغفي كله ان انا العب كوره الاول انا اهلاوي من وانا صغير ووالدي اهلاوي رحمه الله عليه بس انت ما كانش لسه الواحد يعني متخيل ان هو ممكن يروح يلعب في النادي الاهلي فانت عايز تلعب كوره الاول بعد كده بتاخد بقى خطوات حياتك بتبدا ان انت بالظبط تبدا تحارب وتقاتل عشان ان انت توصل انا في الظروف اللي انا لعبت كمان فيها في النادي الاهلي ما كانتش احسن حاجه فرقه النادي الاهلي كانت واخده 6 سنين دوري وكان بطل ناس كتيره جدا كان كابتن مجدي طلبه وكابتن شوبير ورضا عبد العال فجيل كبير او مجموعه كبيره من الاعمده الرئيسيه بتاعه النادي كانت بطلت فكان في احلال وتبديل فالفتره دي كانت صعبه شويه ورغم ان الفتره دي كانت صعبه شويه ان الواحد لعب فيها انا خدت 3 بطولات مع النادي الاهلي انا بفتخر بيهم دلوقتي يعني انا لعبت كوره ما لعبتش كوره زي ما بنقول عديت على الكوره ومشيت لا انا حققت بطوله افريقيا الحمد لله مع النادي الاهلي حققت الدوري العام مع النادي الاهلي حققت كاس مصر مع النادي الاهلي وعلى ما اعتقد ان البطولات دول هم اللي كانوا ساعتها كان اللي هم كانوا موجودين صحيح. فانت لما تبقى في ظروف صعبه والفرقه مش احسن حاجه في فتره احلال وتبديل للفرقه وان انت تاخد 3 بطولات اللي هم بيشارك فيهم النادي الاهلي دي ده شرف بالنسبه لي كبير جدا لو هنتكلم كسمه شخصيه دي من اهم السمات اللي طول عمر اهل اسوان معروفين بيها يعني زي الامانه وزي الطيبه وزي الكرم وزي العصبيه على فكره في وقت من الاوقات برضه بتقول يعني لا جدا جدا في لقطه كده لازم اي حد يعرف شخص من اسوان بيشوفه قدامه دايما نموذج للشخص الطيب بس في نفس الوقت وقت الزرزره
مفيش قوه ممكن توقف. ما هو اللي بيتعصب بسرعه ده وبيطلع ده على فكره طيب جدا اصلا. طبعا لا في مره من المرات كمان برضه على ذكر الذكريات واللقطات اللي حضرتك ذكرى حلوه فيها، كان ماتش ايه او كانت ظروف ايه وملابسات ايه اللي خلتك في مره من المرات كسرت دكه؟ كنت طلعت باين من الماتش خدت طرد باين وكنت انت مصدوم تقريبا، كنت مع في حاجه كده حصلت مره من المرات فطلعت وريت الناس نموذج للعصبيه كما ينبغي ان تكون. تقريبا كنت مع ترسانه إيه؟ تقريبا او حاجه زي كده واتطردت طرد كان يعني حكم بدون بدون ذكر اسماء. عملت كده ليه؟ لا حكم هقول لحضرتك حاجه، لما يعني انا كان في مشكله بالنسبه لنا، انا عشان كنت يعني دمي زي ما بيقولوا حامي في الملعب شويه، فكان في حكام قبل ما تيجي تبدا الماتش تيجي مثلا للجهاز خلي مثلا حسين يهدى شويه مش يعني هو جاي وعارف بيسبق فدي كانت بتعصبني اكتر. جاي تهديني عصبتني بقى بالظبط. ففي مره نزلت الملعب حكم بدون ذكر اسماء يعني من الحكام الكبار، يعني من اول ما نزلت هو مش عايز اقول يعني قرش بلحتك انا هطردك انا مش عارف ايه انا فانت مالك ومال، انا ما عملتش حاجه يعني انا سيبني مركز في شغلي انا. ففي كوره مش عارف ايه كده فانذار، فقال لي انا هطردك، هو بقى اللي بدا يقول لي يقول لي انا هطردك. فكان تقريبا بره كان كابتن قرر سلامه تقريبا او حاجه زي كده، فطلعت له قلت له يا كابتن يعني كلمه عشان هو بيقول لي انا هطردك وانا ما قلتلوش حاجه يعني. المهم ان انا اطردت يعني. فلما خرجت عارف انت لما تبقى حاسس ان انت مظلوم او ما عملتش حاجه او يعني احساس يعني حد متربص لك، لان هو حد يعني يعتبر متربص لك. فانا طلعت بره قاعد يعني مش مصدق، فكان الدكه دي فيها بتاع كده رحت ضاربها بايدي طب اهو قطعت لي ايدي والله انا لحد دلوقتي. فدي من الحاجات برضو يعني انا مش بقول ان ده صح او الكلام ده كله، بس الاحساس بالظلم بيبقى صعب يعني هو حد مثلا زي الموقف بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ قام وقف يعني هو في ايه الانذار؟ الراجل وقف. لا في حاجات غريبه بتحصل يعني في حاجات بجد مش مفهومه يعني علامه استفهام كبيره هو في ايه. لا انا شغال دلوقتي مثلا في المجال في التدريب، انا في حاجات معلش انت بتشوفها من الحكام، انا مش عدوك يعني، هو لازم يفهم انا مش عدوك. انا طبعًا. لما بقف على الخط يعني انا مثلا واحد تروح تقول له بعد اذنك طب انت عايز تستفسر عن حاجه، انا ما بعترضش. أيوه. انا عايز استفسر عن حاجه تلاقيه وهو جاي بيديك انذار يعني طب افهم انا عايز اقول ايه، ما هو احنا بنتفرج بره وبنتعلم من بره واخد بقى حضرتك ازاي. انا لو عندي انا مدرب انت اخطات ما انت بتخطأ ساعات من فرجتنا على الناس بره بناخد التوجه بتاع ان انا لازم ابدي الصرامه من اول لحظه حتى ولو بشكل عشوائي. لا ده حتى كمان معلش يا استاذ كريم، الصرامه مع العدل بس الموضوع ده الموضوع ده فعلا مهم جدا حتى بالنسبه لكابتن سيد عبد الحفيظ والكلام ده كله. هو ممكن يكون ما بيعترضش عليك، هو عايز يستفسر عن حاجه. انت ليه لما بتيجي انت ليه لا انت ليه ايه اللي وقفه برضه ما غلطان كابتن انت ليه انت ليه جاي اجريسيف قوي وجاي يعني انت ليه؟ هو انا اللي جاي مش عدوك، انا مش عدوك كمان بتوقف. والله انا مع عدوك بالظبط كمان بتقول لي صباح الخير ده حاجه لا فينا مش على كل حال. احنا نتمنى مع قدوم كلايتنبرج يبقى فيه تغيير، لان هو جاي لهذا الملف. نتمنى ان الملف ده فعلا يبقى فيه عايزين بس المعامله تبقى يعني فيها معامله باحترام فيها لا المعامله منطق. كمان يبقى ما يبقاش فيها عصبيه قوي كده يعني انا بحس ان الناس مشدوده قوي وعصبيه، وانت اللي رايح له ده المدرب اللي انت رايح له ده ما هو لوحده ربنا يكون في عونه ما هو عصبي والدنيا يعني ما ربنا يعلم بحاله، فانت ما تجيش كمان انت كمان ان انت تعامله بالعصبيه دي ما هو هيبادلك نفس العصبيه فهتبقى مشكله. احنا ما وصلناش انما لو انت جيت ومتصيد غضبه زي ما كان في المدربين كابتن اتعصب وهو بيحكي للجماهير لا اصل انا الموضوع ده بصراحه نورت الدنيا كلها انا عايزك ان شاء الله شرفت ان انا معاك على خير يا رب. فكره جميله يا كابتن حسين. انا عاده يعني بيبقى في كده بجد ضيوف الواحد بيستمتع والضيوف عادي ما بقولتش ما بيستمتعش بالضيوف عادي لا بجد انا استمتعت بالفكره مع حضرتك نورتنا. المره الجايه نتكلم على العصبيه بقى شوفك على خير باذن الله. نسيل وجود حضرتك معانا شرفت. هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في تاني فقرات الحواريه خليكم معانا. عوده لي 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكم في تاني فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. وطبعا كل عشاق كره اليد منتظرين النهارده انطلاق النسخه رقم 28 من بطوله العالم اللي اكيد هتقام في بولندا والسويد خلال الفتره من 11 وحتى يوم 29 من يناير الجاري. طبعا المنافسات بتشهد مشاركه 32 منتخب معظمهم منتخبات قويه جدا. النسخه اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين اتلعبت في مصر الكلام ده كان سنه 2021 ودي النسخه اللي فازت بيها الدنمارك. طبعا دي المشاركه رقم 17 لمنتخب مصر في هذه البطوله، وطبعا اكيد عندنا حلم
مشروع جدا ان احنا مش بس نوصل للمربع الذهبي، ان احنا كمان نلعب في الماتش النهائي، وليه ما ناخدش البطوله اصلا؟ دي من ضمن الاحلام اللي ناس كتير الحقيقه بموجب اللي عملوه لعيبه مصر في كره اليد في كام سنه اللي فاتوا خلت عندنا النوع ده من الطموح. تعالوا نتكلم عن هذه البطوله وكيفيه الاستعداد ليها مع ضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده، كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق لكره اليد. يا صباح الخيرات. صباح الخير. انت لسه ما صحيتش يا كابتن محمد؟ لا والله صاحي من بدري والله. صحيح كلينيكيا. اه دي حقيقة. جسد بلا روح. صباح الفل. كل سنه وانت طيب يا رب. والله انتم طيبين. نبدا من اللي فاتت، البطوله اللي فاتت طبعًا. اللي كانت طبعا مقامه في مصر واللي فازت بيها الدنمارك، وطبعا الدنمارك معروفه ان هي في هذه الرياضه هي متالقه جدا. لكن انا هقول بقى وهبدا كلامي بان شاء الله هذه البطوله اللي هتبدا خلاص، احنا عندنا ثلاث عناصر غايبه عن البطوله اللي فاتت، وهي ثلاث عناصر مهمه جدا، الطيار طبعا ويحيى خالد واحمد الاحمر. خلينا نبدا من هنا بسؤالي الاول، يعني اول سؤال، هل هيفرق يعني غيابهم بشكل كبير مع المنتخب، ولا هيكون في تعويضات للمراكز بتاعتهم؟ هيبقى في الى حد ما برضو زي ما يتقال كده تاكتيك مختلف، اداء مختلف، يخلينا ان شاء الله زي ما كريم كان بيقول عندنا الحلم ان احنا نقدر نوصل المربع الذهبي. طبعا في الاول طبعا هيفرق كتير جدا، طبعا لعيبه خبرات، لعيبه محترفين. عندنا احمد الاحمر عنصر من عناصر الخبره الموجود من مع المنتخب بقاله فتره كبيره جدا، قائد بمعنى الكلمه، بيعرف ازاي ان هو يلم الناس، بيعرف غرف المغلقه بالنسبه له هو متعود عليها، عارف ازاي يعرف يتكلم مع اللعيبه، عارف ازاي يحفز اللعيبه. دي انا من وجهه نظري طبعا هتاثر تاثير كبير جدا، بس ان شاء الله يعني في مجموعه تانية موجودين هيقدروا ان هم يقوموا بالدور ده ان شاء الله. هو اصلا ايه اللي خلاه ياخد قرار على الاعتزال الدولي يعني؟ والله هي لا والله كنا عايزينه معانا. كل لعيب بقى، كل لعيب بتيجي عليه فتره بيبقى عايز خلاص اللي هو بالنسبه له عمل يعني يعني احنا بنقول كده بفنش حياتي الرياضيه بشكل كويس، وانا لسه واقف على رجلي مستوايا الحمد لله قمه كمان مش بالظبط. بالظبط كده. فهي دي بالنسبه له ان هو عايز يعني بتيجي علينا فترات كده انا عايز اعيش حياتي شويه افصل اكيد هو شويه. ممكن تدريب بقى ويعني اكيد حسن. اكيد اكيد طبعا هو طبعا عنده في دماغه طبعا اكيد خطط. اللحظه دي عدت عليك انت شخصيا امتى؟ اكيد طبعا دي بتبقى اصعب لحظه، بتبقى في يعني عند اللعيب وهو ازاي بيدي القرار ان انا حياتي كلها كانت في لعبه تقريبا بوصل لنا 20-25 سنة جوه الملعب، ان انا ازاي افصل نفسي عن الاجواء دي او الحياة دي، فده الموضوع طبعا بيبقى صعب جدا عليهم. محتاجة استعداد نفسي كبير جدا، محتاجة ثقة ومحتاجة تقبل حاجات كتيرة. اكيد يعني. طبعا لازم الواحد، هي دي سنة الحياة طبعا. احنا لازم هتيجي عليا فترة ان انا لازم اشوف كارير في حاجة تانية، اذا كانت في الرياضة اذا كانت خارج صحيح. الرياضة، فدي صحيح. وضع طبيعي بالنسبة لنا. طيب عندنا برضو يحيى خالد والعطار. يحيى خالد العطار. لا الطيار. صباح الخير مش انا لوحدي اللي نايم. قال لك عطار واضح ان انا بالظبط كده اوكي. يحيى العطار اتفضل. فطبعا يحيى خالد طبعا ربنا يقومه بالسلامه، اصابه كانت صعبه عليه وعلينا جميعا طبعا، ان هي اثرت على المنتخب. إصابة طبعا دي إصابة من إصابات الرخمة جدا اللعيبة كلها بتقابلها، ربنا إن شاء الله يقوموا بالسلامة. طبعا يحيى خالد كان عامل كبير في المركز الرايت باك، طبعا هو كان شايل الفترة اللي فاتت، لعيب عنده خبرات، قدر إن هو يعني بقى إحنا بنقول كده إن هو خلاص نضج، عارف هو بيعمل إيه. موضوع احترافه طبعا ده فرق معاه كتير جدا. لعيب مميز دفاعا هجوما، فانا شايف ان الجزء ده طبعا هيتاثر عندنا، بس احنا عندنا عناصر موجودين، محسن رمضان، مهاب. مهاب لسه شاب، مواليد 2002، لسه في منتخب الشباب، دي بالنسبه له بطوله هتبقى ان هو بدايه ليه واثبات للذات، فرصه بالزبط. حلوه ان انت يبتدي. هو جات له فرصه طبعا لازم يمسك فيها، انا بقول له لازم تمسك فيها دي طبعا. بتبقى بالنسبه لنا كل لعيبه ان انا لسه ابقى شايف بلعب كاس عالم في وسط النجوم اللي موجودين، فطبعا دي بالنسبه له لازم تبقى خطوه مهمه جدا هو يقدر يثبت نفسه. كنا بنقول من شويه ان مصر شاركت قبل كده 17 مره في كاس العالم او في بطوله العالم لكره اليد، في ضوء
مشاهداتك بقى لل 17 مره دول واكيد مشاركتك في واحده منهم على الاقل او اكتر اكيد مش كده برضو مش انت شاركت في واحده منهم؟ اربع مرات تقريبا اربع مرات. طيب يعني في ضوء بقى مشاركتك انت شخصيا في البطولات دي ومشاهداتك للمنتخب المصري في ال 17 مره اللي شارك فيهم، ايه اللي في رايك بيدي خصوصيه لمنتخبنا؟ كره اليد بقت من الرياضات اللي احنا في الفترة الأخيرة بقينا بنشهد فيها نجاحات كبيرة وحسن تنظيم لفعاليات بطولات كبيرة قامت بيها مصر قبل كده زي بطولة العالم نفسها. يعني إيه اللي بيميز وبيدي خصوصية لمنتخب مصر في كرة اليد بالمقارنة هقول لك حتى بمنطقة الشرق الأوسط بمنتخبات الشرق الأوسط؟ ممكن قبل ما ترد كابتن محمد أقول حاجة هنا إضافة وتأكد لي المعلومة دي طبعا لو تتفق معي. أنا هروح بالفضل لكابتن حسن مصطفى بصراحة. هذا الرجل اللي نقل هذه الرياضة نقلة تانية، رجل خلوق ومحترم وبجد اشتغل على المنتخب بشكل كبير جدا. طب اهي تحضرنا هذه الصورة طبعاً. يعني خلينا برضو نتكلم عن النقطة دي لأن الإدارة لما بتبقى إدارة ناجحة وداعمة بيفرق بشكل كبير. أكيد، وده سببه أن دكتور حسن مصطفى من ولاد النادي الأهلي. طبعاً طول عمر النادي الأهلي عنده منظومة قوية جداً، وهو يعني راجل يعني في الإدارة هو عارف هو بيعمل إيه كويس، عارف إزاي أنه هو يوصل أنه هو يبقى رئيس اتحاد مصري، رئيس اتحاد دولي لغايه دلوقتي. بالظبط. فطبعا دي حاجه صعبه جدا ان هو يقدر يثبت في الفترات الاخيره دي كلها لغايه وقتنا هذا ان هو يبقى متواجد. طبعا هو ليه عامل كبير جدا ان هو نقلت المنتخب طبعا الفترات اللي كانت بتحصل من قبل كده لغايه دلوقتي. يعني انا شايف طبعا هو نجاح تام ان هو يقدر يوصل منتخب مصر، وهو كان عامل اساسي في الموضوع ده. هنرجع بقى لمميزات منتخب مصر. طبعا ان هم احنا كشعب مصري موضوع الاراده عندنا الموضوع يعني احنا شعب شرقي فعندنا الحميه وعندنا وباقل الامكانيات ممكن تحقق انتصارات ضخمه جدا. دي طبعا وما عندناش حاجه اسمها يعني انا بالنسبه لي واحد من المجموعه اللي كانت موجوده مفيش حاجه اسمها مستحيل اقدر اوصل. يعني الناس الفرق الاوروبيه دي هي وصلت ازاي مع ان انا عندي امكانيات عاليه جدا بس عندي الادوات مش زي اللي موجوده عنده. فانا بشتغل بادوات اقل وبوصل للمستوى بتاعهم. واللي صح. فرق كمان الفتره الاخيره موضوع اللعيبه بدات تحترف اللي حصل ده. الرياضه بقت بالنسبه للعيبه عندنا بقت مختلفه تماما. الفكر نفسه اللعيبه بدات ان هي عايشه الاجواء الاوروبيه الاحتراف. ازاي انا عارف انا باكل ايه بشرب ايه بنام ازاي حياتي بتترتب ازاي تمريني نفسه حتى في فتره الراحه بتاعتي فتره الاجازه بتاعتي ازاي انا بتمرن ازاي انا يعني ده كان على ايامك برضو يا كابتن محمد الفكر ده ولا تم استحداثه؟ يعني انا في جون كده عايزك تقول لنا عليه برضو نشوف مع بعض كده حاجه هتتعرض دلوقتي. تمام. ده سامح اخويا ده. ايوه. سامح طبعا كان كل الناس بتقول عليه ان هو حاجه ما حصلتش دي حقيقه دي حقيقه هو كابتن سامح عبد الوارث طبعا دي طبعا دي كانت هو كان لعيب غير طبيعي كان لعيب بجد. يعني انا حتى لما انتوا الاثنين بصراحه لا انا مش بجاملك بس انتوا الاثنين حقيقي احنا يعني الاثنين بس هو كان برضو انا هفضل اقولها هو في حته تانية خالص. هو حتى الدراسات اللي اتعملت والكلام اللي يعني هو بيعمل حاجات هو معظم يعني ما بتحصلش معظم وقته في اي مشاركات ليه بيبقى دايما بنشوفه من الوضع طائرا. يعني هو لما ينزل على الارض يعني هو فوق دايما حتى التكنيك بتاعه هو حتى الناس بدات تتكلم وتدرس التكنيك بتاعه. تكنيكه مختلف تماما مفيش حد لغايه وقتنا هذا كان موجود ان هو ازاي ان انا ابقى في الهواء ازاي انا يعني جسمي بيتغير في لحظه. قوه الشوطه ازاي يعني كان عنده حتى نوعيه الارتقاء نفسها بالظبط كانت مختلفه تماما. انا مش بقول كده عشان اخويا والله ده هي لا دي فعلا حاجه معروفه دي لا دي معروفة. لا دي فعلا دي حاجات كانت يعني الناس درستها والناس اتكلمت عليها. طبعا سامح مش هقول اخويا الكبير سامح ابويا اخويا صاحبي كل بس حاجه بس هو بقى انا ليه بقى عايز اربط بين ده تحس لاعب محترف بمعنى الكلمه بالزبط. يعني فاهم يعني ايه احتراف حتى لو احنا بنتكلم في اجيال يعني سابقه لكن الفكر موجود مع فكر الاجيال الحاليه اللي هو الفكر الاحترافي الديديكيشن الالتزام يعني ده فعلا كان موجود. هي الفكره كلها ان انا في حلم عندي
الحلم ده ازاي انا هقدر اوصله؟ ازاي انا بدور على الحاجه اللي هتنجحني، الحاجه اللي هتوصلني؟ بمشي عليه، ببعد عن اي حاجه. انا كلاعب رياضي بالظبط، انا كلاعب رياضي انا لازم اعرف ان حياتي مختلفه غير اي شخص موجود. انتوا ايه حكايه كره اليد عندكم في العيله؟ والله انا وسامح بس. يعني لا انا اكبر فاهم بكلم ان اخين يبقوا يعني متسيدين لعبه معينه ومتفوقين فيها جدا ولافتين للانظار، يعني مبدئيا جت يعني اختياركم للرياضه دي تحديدا اصلا جه ازاي؟ والله اختيارنا للرياضه، حتى سامح كان اختياره للرياضه مش يعني مش هو اللي اختار، هو جات له يعني الموضوع جه صدفه معاه. حتى والدي ووالدتي الله يرحمهم ما كانوش يعرفوا ان سامح كان بيلعب اصلا هاندبول، هم عرفوا لما شافوه في التلفزيون. ده هو بياخد كاس العالم 94 ولا ايه؟ لا لا ده بجد والله، ان هو ما كانش يعني هو كان بيروح التمرين ما كانش بيقول لهم، كان بيهرب من البيت بيقول لهم ان انا هو كان نازل. خايف مثلا يرفضوا او طبعا زمان كان الوضع ان هو ازاي لعيب بيلعب رياضه، لا انت طبعا لازم دراسه لازم تلتزم الحاجات دي كلها، فطبعا كان شهادتك الاول وبعدين لا بالظبط كان يعني ولاعيبه رياضيين كتيره كانت بنفس الاسلوب ده. فهو سامح بصراحه تعب جدا، انا كنت بشوف في اوقات ان هو كان من يعني وهو نايم بيتالم ويتوجع، كان بيتمرن تقريبا لا يقل عن 8 ساعات 9 ساعات في اليوم. هو بصراحه الحته دي، فانا بصراحه اللي خلاني حبيت الرياضه انا من وانا صغير بقى، بعد ما اخويا بعد ما سامح كمل رياضه وبدا يظهر في البيت كلهم قالوا لي العب كوره، وانا كنت في البدايه بلعب كوره، فطبعا قلت لهم لا انا هلعب، انا هكمل المسيره وهشتغل. حتى سامح نفسه قال لي انا بص انا مش هجبرك انك تلعب دي ولا تلعب دي، انت شوف نفسك فين. وده الاهم، وده دي اول كلمه لازم اي اب وام يقولها لاولاده، مهمه جدا. اختار انت طبعا بالظبط، شوف الحاجه اللي هتميزك ايه، مش شرط الرياضه انت مثلا الهاندبول هي اللي موجوده ومتسيده دلوقتي ان انت لازم كل الاولاد تلعب هاندبول، لا انا مش شرط، انا طبعا اي لعبه ازاي انا هظهر فيها، ازاي انا هبقى مختلف مميز طبعا، هي دي المهم، وده اللي انا اخترته. صح، في الرياضه وفي الدراسه نوعيه الدراسه لازم الشخص هو اللي يختارها بنفسه. اكيد طبعا، انا حتى عندي اولادي، انا عندي اولادي دلوقتي برضو بيلعبوا هاندبول، كان فكرهم برضو نفس الفكره، انا عايزين نلعب كوره العبوا كوره، دخلتهم كوره دخلتهم هاندبول. لقيت انا طبعا عشان عارف الهاندبول والرياضه ماشيه ازاي، لقيت الموضوع بقى مختلف معاهم فكملوا، هم نفسهم حبوا الموضوع يعني شافوا كمان عندهم نفس الموهبه بتاعت والدهم وعمهم. في عندي يعني زين الكبير، في بشاير كده بتقول كده. لا لا الحمد لله انا عندي زين الكبير مواليد 2008 ما شاء الله عليه، دلوقتي هو واخد كمان جينات من سامح كمان اكتر. الطول قوة الجسمانية واخدها عندي. عندي سيف مواليد 2010 سيف يعني هو بالنسبة له عاش معايا اكتر ما عاش يعني ما زين عاش معايا، ان هو كان بيجي معايا التمرين على طول. هو كمان دماغه اللعبة الحلوة، بيحب يبسط الناس ويحب يبسط نفسه جوه الملعب، فعنده حته المهاره شويه. فهي دي طبعا دي بالنسبه لي انا حاجه بسطاني جدا، ان هما الاثنين يبقى في اختلاف ما بينهم، ما يبقاش نفس الشكل يعني في ان شاء الله في يوم من الايام هنشوفهم هما الاثنين في المنتخب باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمهم وربنا يكرم الاولاد كلهم طبعا. عندنا اهو كمان البطوله خلاص النهارده ان شاء الله. خلينا بقى نتكلم شويه، انا هروح للمعسكر، هل معسكر شهر، احنا طبعا بقالنا كان شهر في المعسكر ومعسكر مغلق، هل كان كافي شهر ولا يعني كنا محتاجين اكتر؟ والله الموضوع دلوقتي بقى مختلف تماما عن الاول. الاول كان زمان كنا احنا بمعسكرات لازم بتقعد بالاربع شهور والخمس شهور والتجمعات كتير واللعيبه بتبقى مع بعض كتير، دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما، ان الفكر نفسه عشان بقى فيه محترفين، فبقى فيه الاجنده الدوليه دي هي اللي بتجبر المنتخبات ان هم ليهم مواعيد معينه. فطبعا الحته دي عندنا طبعا اتغيرت عن المفهوم القديم، فطبعا دلوقتي بقى المعسكرات بدات تقل طبعا عشان بيبقى فيه كمان الدوريات الموجوده، الدوريات اللي هم اذا كان المحترفين او اللعيبه المحليين، فطبعا عشان يقدروا فرصه اللي هي الفكره كلها ان ازاي اللعيب يقدر يجيب مستواه، هي بيجيب مستواه بالماتشات اكتر من التمرين، فهي دي الفكره طبعا، ان هم كان الدوري طبعا ان هم يلعبوه، ان الموضوع يبقى فيه ماتشات يكثفوا ماتشات الدوري عشان اللعيبه تبدا تشتغل على الحته دي. فطبعا هي الفكره خلاص اللعيبه لعيبه الدرجه الاولى انا مش محتاج منه غير ان انا هو يبقى كبدنيا واقف على رجله. الحاجات بقى اللمسات البسيطه بتاعه المدرب، الخطط اللي ازاي هنلعب، الانسجام مع بعض، هي دي بس اللي بتبقى موجوده.
طيب خلينا يعني عفوا للمقاطعه بس ايه عشان برضو ما نطولش على الضيف العزيز اللي منورنا على التليفون وبرضو نعرف منه الاستعدادات للمشاركه وخلاص بقى بدء انطلاق الفعاليات نفسها. احنا معانا على التليفون دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. يا دكتور محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا فندم واهلا بيك يا كريم. اهلا بيك. يا ترى يعني احنا كلنا متاملين خير ومتعشمين قوي ان احنا ان شاء الله بدايه كلام كده باذن الرحمن نلاقي منتخب مصر لكره اليد في المربع الذهبي. توقعات حضرتك ايه يا فندم؟ الاول سيبنا اعلق على يعني اللي قاله ضيفنا العزيز. فبقول ان فعلا هو اصاب جزئيه مهمه جدا اللي هي ان احنا ما بين في حاله وسطى ما عدناش عليها كده اللي هي يبقى جزء من المنتخب محترفين في الخارج وجزء ثاني داخلي. وده احنا يعني بنناقش هذا الامر بقالنا فتره طويله لان ازاي نعمل الانسجام ما بين الخارجيين اللي هو المحترفين والداخليين اللي هم المحليين اللي بيشتغلوا معاهم. فدي نقطه فعلا يعني علميه مهمه جدا وده حاولنا بشتى الطرق ان احنا نعمل هذا الانسجام. يبقى معانا قاعده بيانات مع اللعيبه الخارجيه وتعرف كل حاجه عنها وبحيث ان احنا في الفتره البسيطه اللي بيتجمعوا معانا فيها نقدر نصل للمستوى المطلوب لنا في اداء المباريات. انا بشكر يعني بشكر الضيف على الجزئيه دي. تمام. الجزئيه بقى ان احنا في مربعنا يعني نعمل ايه؟ احنا طبيعي شعبنا واعلامنا وحياتنا كلها اصبحت دلوقتي خلاص يعني احنا ما فيش امامنا غير ان احنا بننافس على ميداليات. ما ينفعش نرجع نقول للناس تاني احنا عملنا خصوصا بعد الدوره الاولمبيه تمثيل مشرف في طوكيو ان احنا بنشارك. وبعدين يعني من 2001 احنا سبق حقنا المركز الرابع في 2001 يعني احنا متاخرين جدا. كل المجالس اجتهدت، كل المجالس حطت في ذهنها انها توصل للهدف ده، نتمنى من الله ان شاء الله ان احنا نحققه السنه دي. اللاعبين قدر المستطاع يعني احنا الاتحاد لم يبخل على المنتخب في اي شيء. احنا كل الاستعدادات اللي طلبتها لجنه المنتخبات والمدير الفني نفذناها. كان فيها صعوبه لكن احنا قمنا بكل الامور، سافرنا وجينا واستضفنا وكل ده استعدادا من بعد الامم الافريقيه اللي فاتت واحنا بنستعد لهذا اللقاء. التفصيله يا فندم اللي كنا بنتكلم فيها من شويه مساله الغيابات المؤثره الى اي درجه؟ وحضرتك طبعا يعني اكيد ليك رؤيتك في هذا الاطار. احنا معانا ياسر خالد طبعا يعني ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع لنا تاني بالسلامه. لا شك ان هو قيمه كبيره جدا مش على مستوى مصر على مستوى العالم. طبعا. يعني لاعب من الطراز الاول، لاعب متميز. يحيى اصابته كانت مشكله خاصه انها جت في توقيت اعتزال كابتن احمد الاحمر في نفس المكان وفي نفس المركز. لكن عندنا ان شاء الله مهاب من اللاعبين الواعدين المتميزين. ومعنا محسن ابراهيم، احنا بنجهز دول من فتره انهم يشغلوا هذا المنصب المكان يعني المركز اللي هم بيلعبوا فيه. دايما البطولات بتبقى يعني ايه لحظه ميلاد نجوم جداد. صحيح. طبعا. فاحنا بنعتقد يعني باذن الله ان احنا هنشوف اكتر من نجم في اكتر من مكان من شبابنا اللي احنا طعمنا بيهم المنتخب الاول. ودول في ذهننا من فتره وهم يعني معانا في المشاركات ومعانا في الاحتكاكات الخارجيه. وباذن الله كل طموحاتنا واملنا ان احنا نحقق ذلك. يا رب ان شاء الله. وباذن الله مكالمتنا الجايه مع حضرتك نكون بنهني بيها ان شاء الله بحصولنا على مركز متقدم في يعني في البطوله دي. احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. حصولنا على ميداليه بقى ان شاء الله يا استاذ كريم. ان شاء الله. يعني احنا كلنا مشتاقين لفرح الشعب المصري كله. مشتاقين لكره اليد انها تاخد حقها ومكانتها. اللي بدات من دكتور حسن مصطفى والتنظيم والمنظومه الجميله وتتابعت في مجالس مختلفه، كل واحد حاول بقدر استطاعته ان هو يعطي ما يمكنه للتطوير وللتحسين. ولكن هي طبعا يعني احنا شفنا بعض الاهتزازات وبعض الوقوع اكيد غير المقصود، ولكن في النهايه احنا كلنا بنسعى
لصالح مصر، وباذن الله ربنا يسعدنا جميعا بيها ان شاء الله. اللهم امين، اللهم امين. بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر، وتمنياتنا بكل التوفيق باذن الله لمشاركه منتخبنا في هذه البطوله، وعوده بقى لضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهارده. كنت وقفت فين في الكلام بقى؟ لا انا عايزه اروح بقى للمنتخبات دلوقتي اللي نقدر نقول مش خايفين منها او مقلقين، بس تقلق شويه من فكره التنافسيه، يعني في تنافسيه بتكون فيها عاليه. تمام. في المجموعه بتاعتنا طبعا فرقه كرواتيا، منتخب كرواتيا طبعا منتخب قوي جدا طبعا. بس هو كرواتيا بقى لهم فتره في تجديد في المنتخب، فهو مش بكامل قوته انا ده من وجهه نظري. فدي طبعا بالنسبه لنا هتبقى فرصه كويسه جدا. عندنا المغرب كمان معانا تاني، مش فاكرها يعني. انا هقول لك احنا غالبا معانا المجموعات لو تحب أمريكا. اقولها معنا امريكا، منتخب امريكا. المجموعه الاولى اسبانيا والجبل الاسود وتشيلي وايران، المجموعه دي الاولى. الثانيه سلوفينيا، فرنسا، بولندا، السعوديه. المجموعه الثالثه السويد، البرازيل، كاب فيردي واوروغواي. والمجموعه الرابعه ايسلندا والبرتغال والمجر وكوريا الجنوبيه. تمام. ومنتخب مصر، مصر كرواتيا مغرب امريكا. تمام. احنا احنا الى حد ما دي المجموعه اللي هي هتبقى السبعه، مصر بالزبط. في السبعه بالظبط كده. دي انا شايف ان المجموعه بتاعتنا مجموعه كويسه جدا، هتبقى بالنسبه لنا كمان كبدايه ان لعيبه، حتى لو اللعيب لسه ما وصلش للفورمه بتاعته، ان هو يبدا ان هي كتدريجيا طبعا. انا شايف ان هي طبعا كويسه جدا في مصلحتنا. معانا منتخب قوي، منتخب كرواتيا، معانا مغرب، معانا امريكا، منتخبات محترمه جدا. القوة طبعا اللي احنا بعد الدور الاولاني طبعا هتبقى مختلفة تماما طبعاً. فانا بالنسبة لي ان انا كبداية ليا، انا شايف ان المنتخب طبعا فرصته كويسة، بداية ليه بداية كويسة جدا. وفرص المنتخبات العربية بشكل عام في البطولة دي، يعني احنا عارفين ان في سبع منتخبات عربية هتشارك في البطولة دي بالزبط. ما بين قارتي افريقيا واسيا، بالظبط. بعيدا عن مصر، تعال نحيد منتخبنا مؤقتا. فرص المنتخبات العربية الاخرى هي قطر والجزائر بيلعبوا مع بعض في المجموعة الخامسة، صح كده؟ بالظبط كده. طبعا الجزائر منتخب بادي بقاله فترة كويس، كان برضو عنده تجديد، منتخب دلوقتي شاب، شايف ان في عناصر كويسين جدا ظهر الفتره اللي فاتت. منتخب قطر شايف ان هو برضو كان عنده كم خبرات الفتره الاخيره، بدات دلوقتي الموضوع يعني هم التجديد هم بادئين فيه، فطبعا هي دي هتبقى فتره تذبذب عندهم الفتره دلوقتي، يعني انا دي من وجهه نظري. منتخب المغرب منتخب لسه برضو هو ما بقاش ظاهر على الساحة قوي. منتخب تونس برضو عنده مجموعة كبيرة جدا من الشباب، الفترة الأخيرة هو كانوا يعني هما الخطط ان هما كل فترة تبقى شباب، فأنا شايف ان هو قدام هتبقى تونس بالنسبة لهم هتبقى الفترة الجاية هتبقى كويسة بالنسبة لهم. بس تونس مع الدنمارك برضو صعبة. هي بقى هي الفكرة كلها ان هو بيبقى القرعة طبعا هي اللي بتظلم منتخبات طبعا، فهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها. بس هم بالنسبة لهم طبعا هتبقى خطوة كويسة جدا ان هو يبقى في احتكاك كويس جدا. بس دول شمال افريقيا بصفة خاصة، ومش بس في كرة القدم، في كرة القدم وفي معظم الرياضات اللي هم بيمارسوها، دايما بتلاقي ان عندهم فرص لاحتراف اللعيبة بتاعتهم في الدوريات الاسبانيه والفرنسيه بصفه خاصه، هم الاقرب ليهم يعني. فدي برضو ما بتديش ميزه نسبيه، فكره ان هم متعودين على المدارس الاوروبيه في كره اليد. طبعا بتفرق، بس هي الفكره كلها زي ما بنقول يعني انا عايز ايه، يعني اللعيبه اللي موجوده برضو احنا في الاول وفي الاخر اللعيبه المصريه بتبقى مختلفه تماما عن اللعيبه الجزائريين، التوانسه، المغاربه. من ناحيه ايه يا كابتن محمد؟ من ناحيه المهاره، بنتكلم على من ناحيه المهاره، من ناحيه ان احنا كشعبيتنا في الهاندبول احنا اقدم، احنا الخطط او يعني الفكر اللي احنا ماشيين عليه الفتره دي من بقى لنا فتره كبيره فكر مختلف تماما. عندنا الدنيا كلاعيبه عندنا منتخبنا اتقل بالظبط. هو طول يعني احنا عندنا يعني بقى لنا فتره، احنا منتخب مصر طبعا بالنسبه للمنتخبات اللي احنا اتكلمنا عليها، هو منتخب مصر هو يعتبر تقريبا من اتقل المنتخبات العربيه اللي موجوده. فدي اللي بتميز عندنا، يعني هي دي اللي بتميز منتخب مصر بصراحه.
حلو جدا. انا اتمنى يعني البطوله السنه دي فعلا، لان احنا نستطيع يعني في الاول وفي الاخر. انت متوفر عندك كل الامكانيات، في دعم كبير جدا عندك، عناصر قويه. ما اعتقدش ان برضو الموضوع صعب ان انت تنافس دول كبرى زي الدنمارك وغيره. فكره ان انا نفسي اوصل لكن مش اكيد ان انا انجح، او الثقافه دي نفسنا تتغير، مش بس في رياضه مثلا كره اليد او غيره، لا في كله، كره القدم وفي كله. فهوبفلي ان شاء الله المنتخب يفرحنا ويبقى في اداء مختلف. أكيد أكيد طبعا يعني. وطبعا احنا في عنصر احنا نسينا نتكلم عليه، احمد هشام دودو رجع من الاصابه، لعيب بيلعب في الدوري الفرنسي في فريق نيم، ده طبعا هيبقى اضافه كويسه جدا. ان شاء الله طبعا منتخب مصر يفرحنا زي ما عودنا دايما ان هو يفرحنا. بقول لهم ربنا يوفقكم وشدوا حيلكم، الموضوع مش صعب، ان شاء الله نقدر. بالظبط. وان شاء الله المقابله الجايه ان شاء الله نبقى ايوه هنتابع معاك كده الفتره الجايه. كابتن محمد شكرا ليك بجد. الله يخليك. شكرا لحضرتك باذن الله. واسمحوا لنا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نستقبلكم بقى بيا مسجله، هيكون منورنا من خلالها دكتور عزيز. معانا الفقره دي بنتمنى لكم اكيد ان شاء الله لكل متابعي عشان الصبح في الاهلي. اتفضل.